يا صباح الهنا والرزق وكل حاجه حلوه علينا يا رب. وعشرة الصبح في الاهلي وحلقه منتصف الاسبوع معانا اخبار كتيره ومواضيع كتيره، ويمكن سمعنا كمان كذا خبر امبارح كانوا اعتقد عليهم علامات استفهام او مهمين جدا ان احنا نناقشهم بالتفاصيل النهارده علشان نعرف منهم طبعا موضوع محمد صلاح وفكره ليفربول والانتقال. هنتكلم في كل التفاصيل ده، وهل ده خبر اصلا حقيقي ولا لا؟ طب يعني زي ما بتقال كده، وماذا بعد لمحمد صلاح؟ كل ده هنتكلم فيه، واخبار اكتر من كده، وملف مصطفى عسل، وطبعا النادي الاهلي والبنك الاهلي، وكاس العالم للانديه. كل ده هيكون على مدار ان شاء الله الساعتين الخاصين ب 10 الصبح في الاهلي. بونجور. بونجور جدا. صباح الفل عليكي، صباح الفل على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان. بدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. وارجع واقول لك برضه، طب وكان علينا من ده بايه؟ ما كنا ماشيين حلو، وليفربول عامل شغل نار، ومحمد صلاح مستقر، والدنيا حلوه. بس مش شغل نار قوي الموسم ده. بص، لا انا ما بتكلمش على الموسم ده طبعا، انا قصدي اقول لك قبل كده كانت الدنيا ماشيه بشكل جميل. صحيح. الغريب ان حتى لو انت، طبعا احنا هنتكلم في الملف ده كريم بالتفصيل، أكيد. بس يعني انا مش عارفه، طب دلوقتي محمد صلاح مثلا من وجهه نظر يورجن كلوب ان هو مش الافضل، طب معلش هو مين اللي يحاسب على ده؟ يعني هل اداء ليفربول اللي يحاسب عليه او اللي هيدفع فاتورته هو محمد صلاح؟ برضو ده امر غريب جدا. يعني الانتقادات اللي هي موجهه لليفربول، هل في الاخر هيدفع رصيدها محمد صلاح؟ فده لازم نتكلم فيه، لازم نتناقش فيه، لان عليه كلام كتير جدا. ومنذ اعلان هذا الموضوع، هو ما تمش اعلانه بشكل رسمي برضو، وكان في بعض الصحف يعني الايطاليه وغيرها اللي هي تحدثت عن هذا الموضوع، لكن الناس من اول ما تم اطلاق هذه المعلومه او هذا البيان، الناس كلها قالت لك طب، يعني انقسموا الى حد ما، بس ناس كتيره جدا عندها علامات استفهام على هذا القرار. هل ده لصالح اصلا ليفربول ولا لا؟ بغض النظر عن محمد صلاح، انا اعتقد محمد صلاح ملوش اي دعوه او علاقه بالاداء اللي هو غير موفق هذا موسم تماما لليفربول. على كل حال هنتكلم في التفاصيل، أكيد يعني طبعا هنتكلم على مدار حلقتنا، غايه الاهميه كمان هنتكلم عن ده في مدار على مدار حلقتنا النهارده، واكيد هنتكلم مع ده يعني في الموضوع ده كمان في اولى فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده. بالمناسبه الفقره دي هينورنا من خلالها الاستاذ محمد القوسي الناقد الرياضي، وفقرتنا الثانيه هيكون معانا فيها الاستاذ محمد مصطفى، وهو رئيس وحده التاريخ بالنادي الاهلي. يعني هنفتح صفحات التاريخ عشان نستعيد الامجاد الحلوه. ثالث واخر فقراتنا هيكون منورانا فيها دكتوره ايمان المراجدي في لقاء مسجل، برضه موضوع يهم ناس كتير طبعا. بس من احلى بقى الحاجات ان انت تتكلم في الارشيف بتاعك وفي التاريخ بتاعك، وترجع كده وكل حاجه وكل معلومه بتقولها بتبقى موثقه، يعني انت معاك الدليل بتاعها ومعاك البيز بتاعها زي ما بيتقال، والارشيف بتاعها ده اعتقد بيبقى حلو جدا انك تتكلم عليه، والذكريات. زي طبعا فقره برضه الاستاذ محمد صادق لما بيرجع لنا مثلا يكلمك في حاجه في سنه 60 مثلا، سنه 70، ويجيب لك الجرايد ويجيب لك الصحف ويجيب لك الصور اللي بتتكلم عنها جدا. اعتقد كل الاهلاويه فعلا بيحبوا هذه الفقرة. والنهاردة كمان هنتكلم يعني تحديدا عن شعبية النادي الأهلي عبر العصور والأزمنة المختلفة، لأن احنا بنتكلم على ظاهرة استثنائية. بطبيعة الحال كل دول العالم بيبقى فيها فرق رياضية، وطبعا لازم يكون فيها فريق أو اتنين هم اللي ليهم اليد العليا والكم الأكبر من الشعبية والجماهيرية. لكن احنا بنيجي نتكلم على النادي الأهلي في ثبات وفي استدامة في الشعبية بشكل فظيع. على أي حال دي برضو من الحاجات اللي هنتكلم فيها في تاني فقراتنا النهاردة. نبدأ بقى بالمهم. يلا نبدأ بالمهم النهارده، وماتش طبعا البنك الأهلي هيكون الساعة 7 بإذن الله، ده ضمن منافسات الجولة ال 15 زي ما حضراتكم عارفين من الدوري الممتاز. طيب مهم ليه هذا الماتش؟ مهم جدا لأن هو ماتش يعني بتتكلم بعد ماتش قمة وعلى طموحاتنا، وفي كمان رحله مهمه جدا عشان انت بتشارك بعد كده في مونديال كاس العالم للانديه، وده يعتبر اخر محطه يعني محليه قبل الانطلاق بقى. وزي ما حضراتكم عارفين يعني احنا بندي كل حاجه حقها، يعني دلوقتي اللعيبه مركزه جدا في ماتش البنك الاهلي، مركزين فنيا وبدنيا ونفسيا وكل حاجه. وكان في امبارح استعدادات اكثر من رائعه طبعا لهذا الماتش، كان في محاضره للعيبه عشان يناقشوا بعض الجوانب الفنيه والخططيه استعدادا لهذه المباراه الهامه للغاية. وهنرجع نقول هما للغايه ليه، هنتكلم في كل برضو النقاط دي. كمان كان في اللاعبين يعني ادوا تدريبات كانت مهمه جدا وبدنيه تحت قياده مخطط الاحمال، وعارفين حضراتكم قد ايه ده بيكون مهم. وطبعا برضو ميشيل يانكن كان قاد مران قوي لحراس الفريق بتوعنا، بالتوفيق لفريقنا باذن الله يا كريم. يا رب عايزين كمان إن شاء الله نقول خير. ان وده مهم قوي بقى اللي جاي ده مهم. لاعبنا المميز محمود كهربا حصل على اعلى تصويت جمهور
كلاعب الجوله ال 14. الف مبروك يا كهروبا زي ما بيتقال لك النيك نيم بتاعك، ومبسوطين بيك ومبسوطين بعودتك ومبسوطين اكتر بالعوده القويه بتاعتك. وكمان عايز اقول لك ان اعلنت رابطه الانديه وقالت كده صاحب الهدف الافتتاحي في ديربي يعني القاهره كهربا اللي اشعل القمه هو لاعب الجوله، بناء على تعليقات وردود المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه والخاصه بصفحه رابطه الانديه. مبروك مره ثانيه علينا جميعا. وزي ما بتقال كده، عارف انت لما تراهن على لاعب عندك طبعاً وبتكسب الرهان، طبعاً احنا فعلا طبعاً كسبنا الرهان مع محمود كهربا. بالتوفيق للي جاي، لان طبعا كانت خطوه او ضربه بدايه رائعه جدا يا كريم. طبعاً نكمل طبعاً بقى على كده، هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده المستوى. ضربه بدايه ما حسستناش ولو للحظه ان كهربا كان غايب بقاله شهور عن الملاعب، نزل وكانه كان لسه من يومين مخلص ماتش مهم. بمناسبه كهربا عندنا برضو كلام عايزين نتكلم مع حضراتكم فيه يخص كهربا ويخص النادي الاهلي، وقبل الاثنين يخص الاخلاق، لان طبعا النادي الاهلي دايما بياخد حقه بالقانون زي ما احنا متعودين منه، ودي طبعا طبيعه المبادئ والاخلاق. امبارح النادي الاهلي تقدم به ثلاث شكاوي الى كل من الاتحاد المصري لكره القدم ورابطه الانديه المحترفه وكمان لجنه الانضباط ضد رئيس نادي الزمالك لقيامه عبر وسائل الاعلام المختلفه وقناه نادي الرسميه بسب وشتم محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الاهلي بالفاظ يعني يعاقب عليها القانون، والتجاوز في حق والديه والتحقير من اللاعب والتنمر عليه ووصفه بالقرد والكلب والصعلوك وقليل الادب و و و حاجات كتير قوي الحقيقه. الكثير من التجاوزات التي تخدش الحياء، وده ممكن يبقى وصف يعني محايد جدا لنوع الكلام اللي احنا بنتكلم عليه. وكذلك قيام رئيس النادي باستهزاء والتطاول على النادي الاهلي ومجلس ادارته، وهو الامر الذي يعني يخالف كل المبادئ والقيم وقوانين ولوائح الاتحادين المصري والدولي لكره القدم، بل ويثير الفتن ويساعد على الاحتقان بين الجماهير الكرويه. طالب النادي في شكواه بتطبيق اللوائح بوصف رئيس نادي الزمالك ممثلا لناديه. قدم النادي حافظه مستندات تضم مجموعه اسطوانات مدمجه بتحتوي على نماذج من التجاوزات والسب والشتم الذي قام به رئيس نادي الزمالك في حق اللاعب محمود كهربا وكذلك بحق النادي الاهلي ومسؤوليه. طبعا يعني احنا بدورنا بنكتفي بقراءه بيان النادي لحضراتكم، واكيد خلال الساعات او الايام القليله القادمه هنشوف ايه اللي هيحصل في هذا الاطار. لكن احنا بطبيعه الحال بنتكلم عن امر مؤسف جدا، اكيد ما كناش نحب ان احنا يعني نتكلم في حاجه زي كده، واكيد ما كناش نحب ان تبقى دي الروح الموجوده او دي طبيعه السلوكيات اللي بنشوفها كل فتره والتانيه. يعني نرجع ونقول ربنا يصلح الاحوال يا رب ان شاء الله. تمام، بس لاصلاح الاحوال لازم يكون في قانون ولازم بيكون في محاسبه ولازم بيبقى في حاجات كتيره جدا. فانا بشوف دايما، وده اللي معودنا عليه النادي الاهلي، ان انا لما باجي اخد حقي لما حد بيغلط فيا انا بلجا لاسلوب راقي، اسلوب مختلف، وهو بلجا للقانون. بلجا للقانون لان انا في دوله قانون ودوله محترمه، فانا بلجا فيها للقانون لما حد بيدوس لي على طرف او حد بيغلط فيا. ما بنردش بنفس الطريقه، ما بنسقش بنفس الطريقه، ما بنتكلمش بنفس المستوى. احنا عندنا اسس، عندنا كيان بنحافظ عليه قدام نفسنا قبل ما قدام العالم كله. فخطوات اكثر من رائعه، ده اللي كابتن محمود الخطيب معودنا عليه. كابتن محمود الخطيب عمره ما كان بيسامح او بيغفل حق من حقوق النادي الاهلي او اي حد بينتمي لهذا الكيان. وده مش كلام انا بقوله لحضراتكم، نرجع كده لكل المشاكل اللي فاتت، مفيش مره واحده كابتن محمود الخطيب ساب حق النادي الاهلي او ساب حق حد تابع للنادي الاهلي، كله كان بالقانون بيتم وكله بياخد مجراه. زي ما بيتقال كده القانون بياخد مجراه. فخطوه رائعه نتمنى، وزي ما انت قلت احنا هننتظر وهنكتفي بقراءه هذا البيان، وعندناش معلومات اكتر من كده، هننتظر ولو في جديد في هذا الملف اكيد هنوافي حضراتكم لحظه بلحظه. خلينا نروح لملف كمان مهم جدا، لان امبارح اعلن الاتحاد الافريقي لكره القدم عن حكم مباراه الاهلي وسان داونز الجنوب افريقي، ده طبعا في بطوله دوري الابطال. طيب الاهلي وسان داونز موجودين فين؟ موجودين في المجموعه الاولى اللي هم معاهم القطن الكاميروني، الهلال السوداني، والفريقين قابلوا بعض برضو كده لو هنتكلم شويه للغه الارقام 12 مره من دوري ابطال افريقيا. تمكن الاهلي من التفوق في 5 مرات وحسم التعادل 4 مواجهات، فاز فيها الفريق الجنوب افريقي ب3 مرات. وقررت كمان، خليني اقول لحضراتكم، لجنه المسابقات بالاتحاد الافريقي تعيين طاقم تحكيمي اثيوبي، واعتقد ده برضو ما عليهوش خلاف، شيء رائع. وطبعا الاهلي داخل البطوله وهو زي ما بيتقال كده معاه
10 ألقاب، يعني ده برضو احنا بنتكلم بتاريخ، بنتكلم بواقع من دوري أبطال إفريقيا، أعتقد كأكثر هنا الفرق يعني فوزا بهذه المسابقة. صحيح. بينما لو هنتكلم على الصعيد الآخر، سان داونز بيمتلك لقب وحيد كان أمام الزمالك عام 2016 تحديدا. بالتوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي، فخورين بكل الخطوات حتى هذه اللحظة. منذ بداية يا كريم الموسم احنا قلنا بداية كانت أكثر من رائعة إفريقيا ومحليا، بداية كمان كانت أكثر من رائعة مع 2023 وأول مباراة اللي كانت مع بيراميدز، فكل ده لحد دلوقتي كده ماشي في طريق رائع جدا. نتمنى مزيد من التألق، ما خسرتش ولا مباراة مع هذا المدير الفني الأكثر من محترف مارسيل كولر، يمكن اتعادلنا لكن عمرنا ما خسرنا حتى هذه اللحظة يعني مع قيادته، أعتقد ده شيء محترم جدا طبعا. وإن شاء الله البداية الرائعة، إن شاء الله البداية الرائعة تستمر محليا وإفريقيا وكمان دوليا وعالميا بقى لما نشوف مشاركتنا ان شاء الله في هذه النسخه من كاس العالم للانديه. اكيد بنتمنى كل التوفيق للاعيبه النادي الاهلي، وكالعاده مستنيين منهم الكثير لان هم قادرين على ان هم يسعدوا جماهير النادي الاهلي حقيقه كالعاده. طيب تعالوا بقى نروح لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقياده محمود جابر اللي خاض مرانه الاول في معسكره المغلق اللي ابتدى بالامس في مدينه الاسماعيليه. بطوله كاس الامم الافريقيه للشباب هتستضيفها مصر ان شاء الله في الفتره من 19 فبراير المقبل وحتى 12 من مارس 2023 بمشاركه 12 منتخب، هم المنتخب المصري طبعا المضيف وكل من نيجيريا، بنين، السنغال، جامبيا، زامبيا، موزمبيق، اوغندا، جنوب السودان، تونس ووسط افريقيا وايضا جمهوريه الكونغو. منتخب مصر بيقع في المجموعه الاولى اللي بتضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا، والمنتخب ان شاء الله هيبتدي مبارياته يوم 19 فبراير بمواجهه موزمبيق في مباراه الافتتاح، وطبعا نفس القدر من التمنيات بالنجاح والتوفيق بنتمناها لمنتخبنا ان شاء الله. بالتوفيق ليهم. وفي بقى خبر يمكن مش الافضل، اللي هو الخبر اللي جاي مش الافضل، احنا كنا نتمنى يعني التعادل او الفوز، لكن اللي حصل ان احنا خسر منتخب مصر للاسف الشديد لكره اليد امام الدنمارك. كانت نتيجه، بس نتيجه كريم حلوه. يعني ايه حلوه؟ يعني تاكد لك ان انت لغايه اخر لحظات في الماتش انت كنت بتنافس بشكل كبير مع واحد من اكبر المنتخبات في العالم في كره اليد. خسرنا 25-30 أو 30-25، ده كان بآخر مواجهاته في الدور الرئيسي في بطولة العالم المقامة زي ما حضرتكم عارفين في بولندا والسويد لليد. طيب رغم الخسارة دي نقدر نقول برضو مصر قدرت ان هي او الفراعنه قدروا ان هم يحسموا الصعود لربع النهائي، وده بشكل مبكر من الجوله الماضيه، والفوز كمان رفع رصيد هنا الدنمارك على الصعيد الاخر للنقطه التاسعه في الصداره. توقف رصيد مصر عند الثمان نقاط عشان تتراجع للمركز الثاني، وكده بقى يا كريم هنلعب السويد. احنا كنا لسه بنقول امبارح مع كابتن محمد عبد الوارث ان احنا نتمنى ان احنا نلعب المجر، ده كان هيبقى لمصلحتنا، وده كان هيبقى في حاله ان احنا فوزنا مع على الدنمارك او تعادلنا معاهم، لكن للاسف شديد بهذه الخسارة احنا هنضطر ان احنا نلاعب السويد، وكده الى حد ما برضو يعني الرحلة صعبة شوية لان السويد برضو من المنتخبات التقيلة قوي في هذه الرياضة. على كل حال برضو احنا بنشجع منتخبنا، برضو احنا في ظهر منتخبنا، برضو فخورين بالمناسبة بمنتخبنا. ما اعتقدش ان حد كان عنده برضو يعني طموح عالي قوي ان احنا نفوز على الدنمارك. انا كنت متخيلة يعني احلى السيناريوهات ان احنا نتعادل، مش ده تقليل برضو من شأنك ولا تقليل من فكرة إمكانياتك، ولكن بحكم الأرقام والبطولات والمنافسات بين هنا وهنا أنت بتحاول تلاقي الكونكلوجن اللي لحد ما يعني منطقي. إحنا كنا نقدر إن إحنا نتعادل، لكن اللي حصل حصل، مش مشكلة. نتمنى التوفيق بإذن الله في المباراة اللي هتكون صعبة جدا برضو وفيها تنافسية شديدة مع منتخب السويد، هيبان إن شاء الله الأيام اللي جاية. طيب الخبر اللي فات ده فيه شيء من التعثر بالنسبة لكرة اليد، لكن على صعيد آخر في نجاح برضو عايزين نتكلم مع حضراتكم عنه وعن تفاصيله. توج لاعبو منتخبنا الوطني لالتقاط الاوتاد بالمراكز الثلاثه الاولى في المنافسات الفردي لسباقات الرمح. كمان فاز المنتخب بالمركز الاول في منافسات الفرق في اليوم الاول للتصفيات النهائيه المؤهله لكاس العالم الرابعه لالتقاط الاوتاد للمجموعه الف، واللي هتستمر حتى الغد ان شاء الله يوم الاربعاء. ده بالنسبه للفردي. اما بالنسبه للفرق، فاز فرسان مصر بالذهبيه والسعوديه بالفضيه والامارات بالبرونزيه. بيشارك في التصفيات ست منتخبات، هي مصر طبعا، مصر هي الدوله المضيفه ومعها الامارات والسعوديه وفلسطين وماليزيا وانجلترا. بيدير هذه البطوله لجنه دوليه من الاتحاد الدولي. مصر بتستضيف التصفيات للمره الثانيه، كانت اول مره سنه 2018.
اكيد كتير من حضراتكم مش عارفين يعني ايه، يعني مش سامعين حتى عن الرياضه دي قبل كده. فالجدير بالذكر من باب العلم بالشيء ان رياضه التقاط الاوتاد هي واحده من انواع الفروسيه وليها اصل قديم، يعني هي نشات في اسيا في القرن الرابع قبل الميلاد، وهي تعتبر واحده من 10 تعالوا نسموهم فروع او اشكال مختلفه لرياضه الفروسيه، معترف بيها بالمناسبه رسميا من الاتحاد الدولي للفروسيه، والهدف منها هو اختيار او مش اختيار، تعالوا نقول نسميها اختبار لمهاره الفارس وكمان قدرته على استخدام السيف والرمح والطعن من على ظهر الخيل. جو معارك قديمه يعني باختصار بتاع زمان. اه بس حلوه، هي حلوه جدا طبعا. بس طبعا لها تاريخ كبير جدا في دول كتيره. من الخبر ده خلينا نروح لخبر اخر سريعا جدا، يعني الاتحاد المصري للبادل اعلن عن اقامه اول بطوله للناشئين، ده هيكون ضمن سلسله بطولات يعني الاختيار منتخب مصر اللي هيشارك بقى في بطوله العالم خلال شهر فبراير المقبل. اتكلمنا عن هذه البطوله قبل كده، بطوله هي مفروض الاولى على المستوى المحلي لفئه الناشئين، وهتشهد مفروض مشاركه هنا 50 فريق يعني كاعتبار من او اعتبارا من يوم الخميس اللي جاي. اكيد لو هنيجي نتكلم احنا عايزين نشوف انجاز جديد يعني للناشئين بعد كمان نجاح منتخب مصر الاول في الوصول لنهائيات كاس العالم في اول مشاركه دوليه ليه، فده بيكون برده حاجه بتاكد لك ان الاجيال اللي جايه كمان هتحقق حاجه اعتقد برده محترمه بشكل كبير. ف حلو اتحاد البادل وحلو فكره البادل وفكره رياضه برضو مستحدثه الى حد ما عندنا، بس لقت رواج كبير جدا. صحيح. ناس الاول لعبتها على مستوى كده يعني عادي، بعد كده ابتدى يبقى مستوى احترافي، فده شيء برضو حلو. تعالي بقى نروح للي مشرفنا. ايوه، للي رافعين اسمنا في العالي ورافعين رايتنا في العالي. عايزين نعرف حضراتكم ان اعلنت رابطه اللاعبين المحترفين PSA للسكواش التصنيف العالمي الجديد للاعبين وللاعبات خلال شهر يناير الجاري. طبعا الكلام ده حصل امبارح. حافظ مصطفى عسل لاعب النادي الاهلي على صداره تصنيف الرجال للاسبوع الثاني على التوالي، وكان تصدر التصنيف لأول مرة في تاريخه يوم الاثنين اللي فات كأصغر لاعب مصري يتصدر التصنيف العالمي، وكمان ثالث أصغر لاعب على مستوى العالم يبلغ قمة هذا التصنيف، وده طبعا بعد ما توج مؤخرا ببطولة هيوستن للسكواش. وجاء تصنيف رجال الاسكواش كالتالي: مصطفى عسل في المركز الأول، علي فرج في المركز الثاني، الإنجليزي محمد الشرباجي في المركز الثالث، النيوزيلندي بول كول في المركز الرابع، البيروفي دييجو إلياس في المركز الخامس، مروان الشرباجي في المركز السادس، طارق مؤمن في المركز السابع، فارس الدسوقي في المركز الثامن، مازن هشام في المركز التاسع، والفرنسي فيكتور كوران في المركز العاشر. ده بالنسبة لتصنيف الرجال. طيب تصنيف السيدات، عايزين برضو نعرفكم ان وصلت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة تربحها على صدارة التصنيف العالمي، وجاء ترتيب باقي اللاعبات كالتالي: نور الشربيني في المركز الثاني، هانيا الحمامي في المركز الثالث، النيوزيلندية جوال كينج في المركز الرابع، الأمريكية أماندا صبحي في المركز الخامس، نور الطيب في المركز السادس، روان العربي في المركز السابع، الإنجليزية سارة جان بيري في المركز الثامن، البلجيكية نيري جليس في المركز التاسع، والأمريكية أوليفيا بيتشر في المركز العاشر. يعني باختصار شديد كالعادة اللعيبة المصريين رجال وسيدات متربعين ومسيطرين ومهيمنين، وكل المفردات اللي بتؤكد صدارة مصر على مستوى العالم في هذه الرياضة. ونرجع ونقول عايزين نستنسخ هذا النجاح وهذا التخطيط المحترم اللي نتج عنه النجاحات اللي كل يوم والتاني بنتكلم مع حضراتكم فيها. يكفي ان احنا اسياد العالم في اللعبة دي بالمعنى الحرفي، ما فيهاش بقى مبالغة. لا دي ما فيهاش مبالغة، دي حاجة الوحيدة فيهاش مبالغة، حاجة الوحيدة صحيح. بس اللي أنا عايزة أقوله برضو حاجة مهمة، مع كل اللي احنا بنحققه في الرياضة المصرية من نجاحات في مختلف رياضات على أساسها أو أولها يعني السكواش طبعا، أتمنى أن أي مشاكل، وأنا بتكلم في العموم، أي مشاكل بتواجه أي اتحاد أو أي لاعب تابع لأي اتحاد على مستوى الألعاب الفردية أو مستوى الألعاب الجماعية، أن هي يعني يتم إيجاد حلول ليها، أي مشكلة أي صعوبات، أتمنى ذلك، لأن في الأول وفي الآخر اللي هيخسر هو إحنا، مش اللاعب ده لوحده اللي عنده أزمة، كلنا هنخسر، مصر هي اللي هتخسر، هتخسر ميداليات، هتخسر بطولات، هتخسر أبطال، فأنا لا أتمنى ذلك. الرياضة المصرية في حاجة لكل بوتنشال زي ما بيتقال، في كل لاعب، في كل موهبة موجودة، إن هي تروح تمثلنا في المحافل الدولية المختلفة، وإن شاء الله كمان في الأولمبياد، وإن هي تزيد بقى من يعني رصيد الميداليات بتاعنا، إحنا كل مرة أو كل بطولة بنقول في الأولمبياد دي إن شاء الله اللي بعدها هنجيب أحسن، إن شاء الله اللي بعدها هنجيب أحسن، أوقات بتصدف وأوقات لأ،
بس في الاول وفي الاخر انت عندك نماذج رائعه وعندك ابطال رائعين وعندك جماهير بالملايين وعندك يعني كل حاجه اعتقد انت محتاجها، وابتدى دلوقتي الثقافه تختلف وابتدى يبقى فيه كمان صرف اكتر وابتدى يبقى فيه اهتمام اكتر، فكل ده لو تم يعني مع فكره هنا زلزله اي مشاكل اعتقد ان احنا ممكن نوصل لليفل تاني خالص. فتاني كلامي مش منصب في حاجه بس يعني برضو اللي فاهمني هيفهم انا بقول ايه. صح ولا ايه؟ طيب راح نروح فاصل سريع ونرجع نكمل محاضراتكم، خليكم معانا. عودة لحلقتنا النهاردة من 10 الصبح في الأهلي. تعالوا بقى حضراتكم نتعرف على آخر الأخبار والمستجدات في النادي الأهلي وفروعه المختلفة وفرقه المختلفة من خلال زميلتنا هنا أبو القاسم. هنا موجودة حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يا صباح الفل عليك يا هنا، تفضلي احنا سامعينك. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هننقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. النهاردة هيكون عنده مباراة الفريق أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة الدوري. مباراة تكون الساعة 7 مساء على استاد القاهرة. طبعا النادي الأهلي متصدر جدول الترتيب بـ34 نقطة بعد فوزنا على الزمالك بثلاثيه نظيفه. ان شاء الله بقى كمان يفوزوا في مباراه اليوم ويقتنصوا 3 نقاط جداد في بطوله الدوري. يعني الفريق كان اختتم استعداداته امس لمباراه النهارده. تجمع الفريق امبارح كان الساعه 3 العصر والمران بدا الساعه 4. خلوني بقى اكلمكم اكتر عن مران امبارح. يعني كالعاده مستر مارسيل كولر كان حريص على عقد محاضره فنيه مع اللاعبين قبل انطلاق المران عشان بقى يحدثهم عن بعض الامور الخططيه والفنيه الخاصه بمباراه النهارده. بعد كده خاض الفريق عدد بقى من التدريبات البدنيه والفنيه. كمان بقى على صعيد اخر خاض حراس المرمى مران قوي الحقيقه، يعني طبعا بقياده مستر ميشيل يانكن، استعدادا ايضا لمباراه اليوم. ان شاء الله بقى بنتمنى لهم كل التوفيق. ده فيما يخص اخبار الفريق الاول لكره القدم. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للالعاب الاخرى ونبدا برجال كره السله دريم تيم اللي امبارح قدروا يحققوا فوز على فريق طلائع الجيش بنتيجه 183 ضمن منافسات بطوله دوري السوبر. يعني الحقيقة هم عملوا مباراة كبيرة جدا، قدروا الحقيقة سيطروا على مجريات المباراة منذ بدايتها حتى نهايتها. قدروا ينهوا الكوارتر الأول بنتيجة 20-15، الكوارتر الثاني بنتيجة 54-33، الكوارتر الثالث بنتيجة 80-55، والكوارتر الرابع والأخير بنتيجة 183. طبعا بقى لا وقت للراحة، بيستعدوا للمباراة القادمة اللي هتكون يوم الجمعة القادم أمام فريق المصرية للاتصالات. طبعا بقى بنتمنى لهم كل التوفيق. يعني طبعا لازم الحقيقة كل جماهير النادي الاهلي بتطالبهم ان هم يتوجوا بالبطوله. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للعبه كره الطايره ورجال الماسترز. غدا هيكون عندهم مباراه امام فريق سموحه ضمن منافسات الجوله الرابعه من سيمي فاينلز بطوله الدوري. حتى الان هم ماشيين بخطه ثابته جدا في هذه المرحله، مرحله السيمي فاينلز. قدروا يفوزوا في جميع المباريات بالعلامه الكامله سواء امام فريق سبورتنج فريق الطيران او الاتحاد السكندري. هم فازوا في جميع الاشواط كمان، يعني كل المباريات ختموها لصالحهم بنتيجه 3-0. اتمنى لهم طبعا كل التوفيق. ان شاء الله غدا امام سموحه يقدروا ايضا يفوزوا في جميع الاشواط ويقتنصوا بقى نقاط جديده. يعني طبعا زي ما احنا عارفين ان الدور ده بيكون مكون من 8 فرق، الثمان فرق بتلاعب بعض. النادي الاهلي متبقي له زي ما قلت غدا مباراه امام سموحه، بعد كده هيكون عنده يوم الخميس 26 يناير مباراه امام فريق بتروجيت، بعد كده هيكون عندهم فريق مباراه عفوا امام الجيش يوم الاربعاء 1 فبراير، واخر مباراه في الدور هتكون امام الزمالك هتكون يوم 2 فبراير. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، ان شاء الله بقى يستمروا بنفس الاداء. خلونا بقى اخيرا ننتقل لسيدات كره الطايره. وسيدات كره الطايره بيواصلوا استعداداتهم للمرحله القادمه. طبعا هم مركزين بشكل قوي جدا يعني سواء في بطوله الدوري، وهيكون بقى عندهم مباراه في دور الـ16 من بطوله كاس مصر هتكون امام فريق اصحاب الجياد، ودي هتكون اول مباراه عندهم، هتكون يوم 6 فبراير زي ما قلت ضمن منافسات دور الـ16 من بطوله كاس مصر. المباراه هتكون على ملعب اصحاب الجياد بالاسكندريه. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. ده فيما يخص اخبار الفرق الرياضيه. كمان بقى يا كريم يا هوندي زي ما عودناكم خلونا نقول لكم الاجواء داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. درجه الحراره دلوقتي 18، ويمكن بقى الحقيقه في ازدحام نسبي في النادي طبعا، لان زي ما احنا عارفين ان معظم المدارس والجامعات خلاص بدات اجازه نصف العام. والنهارده بقى يعني مختلف عن كل يوم انه معظم المتواجدين مش بس من كبار السن، لا كمان في
فيه عائلات واطفال، يعني كل مشاهدينا من اعضاء النادي الاهلي تقدروا تيجوا بقى وتستمتعوا باليوم. يعني يا كريمه الهواندي، دي كانت ابرز اخبارنا في فقره اخبار النادي النهارده معاكم طبعا. لو عندكم اي استفسارات، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. نشكرك على هذه التغطية المتميزة كالعادة، جزيل الشكر زميلتنا العزيزة هانا أبو القاسم. وتعالوا بقى نروح مع حضراتكم لمجموعة جديدة من الملفات عايزين نفتحها معاك. بص، هو الملف الجاي طبعا الخبر ده كان من 12 ساعة ل 14 ساعة، لسه خبر جديد جدا، لسه ما فيش ناس كتير علقت عليه. لكن امبارح كان في تقارير صحفية وتحديدا إيطالية، هي قالت حاجة مهمة قوي أو حاجة غريبة شوية. قالت إن ليفربول هيكون منفتحا على بيع النجم المصري محمد صلاح، ده بعد كان أشهر قليلة جدا من منحه عقد أصلا جديد عشان يفضل معاهم لعام 2025. الموقع الإيطالي كمان قال أن يورجن كلوب تحديدا غير مقتنع تماما، زي ما كنت بقول لحضراتكم في بداية الحلقة، بأداء محمد صلاح هذا الموسم، والنادي سينظر في إمكانية بيع هداف الدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات مقابل تقريبا حاجة صفقة مش هتقل عن 70 مليون استرليني إن لم تكن أكتر. طيب، الموقع أشار إن في أسماء مرجحة، إن هيكون في كذا اسم ممكن يعني يلجأ ليها بعد كده محمد صلاح، منها برشلونة، منها باريس سان جيرمان، بي اس جي، ممكن يكونوا مهتمين بمحمد صلاح اللي بلغة الأرقام سجل حتى دلوقتي أو لحد هذه اللحظة 7 أهداف في الدوري، وأعتقد ما هياش الأفضل ليه يعني. طيب، اتكلموا برضو على الصعيد الثاني ان مفروض يورجن كلوب بيتكلم ان هو هيحاول التعاقد مع نجم اخر، وتحديدا ذكروا اسم يعني فيدريكو كيسا من يوفنتوس كبديل ليه. طيب الكلام ده كريم صحته قد ايه من عدمها؟ لسه ما فيش حاجه رسميه قوي، لكن لو حضراتكم دخلتوا على تويتر تحديدا هتلاقوا كل الناس بتتحدث، انا بتكلم في الداخل وفي الخارج عن هذا الموضوع، شخصيات عامة، لعيبة، أندية، مواقع، الناس بتتكلم عن هذا الموضوع والانتقال اللي ربما يحقق أو يكون حقيقي في الفترة اللي جاية. بس تاني هنرجع نقول غريب، حاجة مش مفهومة قوي بالنسبة لي وبالنسبة لناس كتيرة جدا. هو محمد صلاح تاني هو اللي هيدفع تمن ان ليفربول هو اللي مش موفق هذا الموسم، ولا مفروض ان المدير الفني مع باقي الفريق هم اللي بيتحاسبوا؟ يعني هل هي غلطة محمد صلاح؟ انا برضو مش عارفة. حاجة انا عايزة حضراتكم تقولوا لنا رأيكم، لكن انا لما دخلت بصيت كده لقيت ناس كتيرة جدا يعني مش عاجبها هذا الموضوع طبعا. وبتقول لك طيب، يعني في ناس كتير كانت كمان يعني من الخارج، انا مش عايزة اتكلم على بس الداخل، ناس كانت بتقول من الحاجات اللي طرحت يعني يقول لك هو احنا بدل ما نبيع لاعب زي ده، احنا اصلا المفروض كنا بنجري ورا صفقات زي دي عشان نضمها عندنا، فازاي بقى عندنا لاعب زي كده وبهذا الحجم ونبتدي نفكر ان احنا نفرط فيه؟ على الصعيد الثاني، لو احنا افترضنا ان هذا الخبر صحيح وان صلاح كده هيروح لخطوه جديده مع برشلونه او بي اس جي، والمرجح اكتر بي اس جي، ده الكلام اكتر يعني يا كريم، هل ده هيكون اضافه لبي اس جي وصلاح في نفس الوقت، ولا الموضوع هيبقى برضو صعب عليه؟ اضافه لي ولا لا؟ اضافه لبي اس جي ولا لا مع كم النجوم الموجودين؟ فبرضو لسه مفيش اي معلومه. ما هو عشان مع كم النجوم الموجودين، فهو من ناحيه ان صلاح اضافه للنادي بي اس جي مفيش شك، لكن هو بقى السؤال فعلا هل ده هتكون او دي هتكون اضافه لمحمد صلاح نفسه ولا لا؟ احنا بنتكلم على محمد صلاح، ده كان مستقر بقاله سنين، واحنا كجماهير عربيه بالمناسبه مش بس مصريه مستقرين معاه وكلنا مبسوطين وسعداء بالحاله الاستثنائيه اللي هو خلقها في ليفربول. والجماهير يعني الانجليزيه برضو عشاق ليفربول، مش بس احنا كعرب يا كريم، دي عشاق ليفربول بيتغنوا بيه بالمعنى الحرفي، وما اعتقدش ان دي حصلت مع اي لاعب على فكره، حتى لو محلي عندهم في الدوري الانجليزي، الاغاني اللي كانت بترج المدرجات في اي مباراه لليفربول بيشارك فيها محمد صلاح، استقباله دايما استقبال الفاتحين. محمد صلاح كان حاله شديده الخصوصيه، حتى يعني على الصعيد كمان الشخصي والاخلاقي، محمد صلاح كان ايقونه عند الناس اللي بتشجع ليفربول واللي بتتابع الدوري الانجليزي بشكل عام. ففكره ان احنا نوصل للدرجه اللي انت بتتكلمي عليها دي ويبقى مش عارفين وضع محمد صلاح ايه، ده شيء مؤسف جدا 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 طبعا. يعني بنتمنى ان الوضع يعني يتظبط بقى معاه كما ينبغي، لان محمد صلاح حقيقي أيقونة وقصة كفاح ونجاح مدوية، واحد من الأساطير الكروية بشهادة الجميع بما فيهم اللي دلوقتي بيقولك أنا مش حاسس أنه هو مستواه قوي. يعني أنا بصراحة من الناس اللي هتبنى قصة أو هتبنى الرأي الخاص بأن المشكلة تقع على يورجن كلوب تحديدا، يعني هو أصلا
في الفترة الأخيرة بداية من هذا الموسم ونهاية على فكرة بالموسم اللي فات لم يكن الأفضل تماما. فاللي يحاسب هو أكيد المدير الفني مش اللاعب. هو ليه دلوقتي إحنا بنحمل بس محمد صلاح؟ طب ما أنت أوريدي الفريق بتاعك فقد عناصر كتير مهمة، منها مثلا ساديو ماني. طيب هل انت دلوقتي لما كمان هتستغنى عن محمد صلاح، الفريق بتاعك مع احترامي طبعا للباقي يعني بقيه النجوم الموجوده، بس هو الفريق ده هيبقى زي ما كان زمان؟ استحاله، مستحيل. عشان كده انا بقول لك خش على تويتر، حضراتكم خشوا على تويتر دلوقتي اكتبوا بس مو صلاح، هتلاقوا كم من الناس اللي كاتبه وعندها استياء كبير جدا من هذا القرار الخاص تحديدا من يورجن كلوب. بس زي ما قلت حضراتكم لسه مفيش جديد في الموضوع، هو مجرد صحف وتحديدا ايطاليه ومواقع ايطاليه بس، هي مرموقه منهم كمان على فكره ميرور الانجليزيه، فيعني بيتحدثوا في هذا الموضوع. لسه مفيش تفاصيل، لسه مفيش حاجه مؤكده، بس الكلام ده اكيد مش هيطلع الا لو في يعني معلومه من الداخل حد جابها. هنشوف على كل حال الايام اللي جايه وهنتابع هذا الملف، ان هو ملف في غايه الاهميه. ده اللي طلع عليه مفيش دخان من غير نار يعني، عشان كده ممكن يبقى ممكن. الكلام ده ابتدى يطلع. لا بس ممكن الدخان ممكن بيترجم بحاجات مختلفه، تلاقي مثلا مشاكل بسيطه في الداخل، ممكن يكون ضغط علشان مثلا حاجه معينه احنا ما نعرفش، بس هو اكيد في مشكله ما، مش شرط يكون في هذا السيناريو، بس ممكن يكون في مشكله ما فعلا موجوده حاليا ما بين يورجن كلوب ومحمد صلاح او ليفربول ومحمد صلاح، هيبان على كل حال. بنتمنى طبعا انصلاح الاحوال ويرجع تاني محمد صلاح يكون محور اهتمام وحديث العالم كله كما تعودنا منه في السنوات الاخيره. تعالوا بقى، وبما اننا يعني فتحنا باب الكلام عن الدوري الانجليزي، عايزين نقول لحضراتكم ان نادي ايفرتون الحقيقه يعني قرر واعلن عن اقاله فرانك لامبرت المدير الفني الخاص بالفريق على خلفيه سلسله من النتائج السيئه جدا دفعت النادي للدخول في يعني مرحله بقى الهبوط في واحده من أسوأ مشاركاته في البريمير ليج على الاطلاق. قال نادي ايفرتون في بيانه، يؤكد نادي ايفرتون ان لامبرت قد ترك منصبه كمدير فني للفريق، يود الجميع في ايفرتون ان يشكر لامبرت وطاقمه الفني على خدماتهم خلال 12 شهر. طبعا كانت اخر مباراه خاضها الفريق تحت قياده لامبرت انتهت بالهزيمه بنتيجه 2-0، الكلام ده كان من يومين تحديدا امام ويست هام يونايتد، ودي طبعا الحاجه اللي خلت الفريق بالتالي بقى في المركز قبل الاخير برصيد 15 نقطة من إجمالي 20 مباراة خاضها الفريق. كان تعاقد إيفرتون مع لامبرت في يناير 2022، يعني نقدر نقول إن الراجل ما كملش سنة، فدي برضو من ضمن الحاجات العجيبة. بس إحنا بنتكلم على فرق دايما ردود أفعالها للأحوال المش مظبوطة أو الأوضاع المايلة إنجاز التعبير حاد قوي، يعني حادين جدا. بص هنروح دلوقتي بقى يعني تمارين جديده مع كابتن محمود فوكس مدير جيم الرجال في النادي الاهلي، وهو بيعمل لنا دايما كل مره فيديو مختلف لتمارين مختلفه لمثلا فئه مختلفه، اوقات بيعمل لكبار السن، اوقات بيعمل للاطفال وهكذا. بنستفيد اكيد بهذه التمرينات. بعد كده هنرجع، هنروح فاصل، بعد كده هنرجع عشان نتناقش بقى في الفقره الاولى طبعا مع ضيفنا العزيز، ونتكلم تحديدا يا كريم عايزين نتكلم في ماتش البنك الاهلي، وطبعا تاريخ المواجهات زي ما حضراتكم عارفين هو تقريبا أربع مرات، ومش تقريبا هو أربع مرات فاز الأهلي في مرة واتعادلوا في ثلاث مواجهات. إيه اللي هيحصل النهاردة؟ إيه اللي هيتضاف بعد كده لرصيد مين هيكون يعني النقاط أو هتكون النقاط؟ ده كله هنعرفه وهنحاول إن احنا نعرفه ونحلله في الفقرة الأولى، خليكم معانا. صباح الخير كريم، صباح الخير نهوان، صباح الخير على جماهير وأعضاء نادي الأهلي العظام، يا رب دايما يمتعكم بصحة وسلامة يا رب. طبعا النهاردة مستغربين بكلمكم النهاردة تقرير عن الرياضة وأنا قاعد على الكرسي. أيوه انا النهارده بقدم لكم حاجه جديده شويه اتطلبت مني الفتره اللي فاتت، وهي كابتن محمود ايه هي التمرين اللي ممكن اعملها في البيت كمان لكبار السن. فانا النهارده جبت لكم طبعا كابتن محمود شومان معايا من قدامى لاعيب الجيم عندنا ومن قدامى اعضاء النادي الاهلي، طبعا اعتز بيه ان هو النهارده شاركني للحلقه وشرف ليا طبعا قبل اي شيء. تعالوا ناخد ايه التمرين اللي ممكن نعملها على الكرسي، طبعا عشان بمناسبه احنا بنتكلم على كبار السن، فبالتالي كبير السن هيبقى قليل الحركه، الحركه بتاعته بتبقى صعبه الى حد ما، فبالتالي بيبقى عنده هوس ان انا لا مش هعرف العب رياضه لان انا كبرت السن خلاص، فانا مش هعرف اتحرك اعمل الكلام دوت وانا قاعد. فلا انا النهارده جبت له تمارين بسيطه جدا ومهمه جدا في نفس الوقت، ممكن يعملها على الكرسي وممكن يستخدم ازايز ميه من عنده من البيت، مفيش اي مشكله، بل بالعكس نتائجها مبهره جدا وجميله جدا على جسمه. اولا هتخلي الاداء الحركي بتاعه احسن الى حد ما، جهاز الدوري التنفسي بتاعه احسن الى لحد ما، في نفس الوقت لو هو مش قادر ينزل الجيم يبقى انا جبت له الجيم لحد البيت عنده. تعال النهارده نتكلم على جزء من التمارين دي، طبعا الكابتن محمود هيشاركنا النهارده. طبعا حبيبي تسلم لي، انت منور الحلقه النهارده.
نبدا النهارده كابتن محمود كده، احط الازازتين على ركبتي، مشط رجلي قدام تحت ركبتي بالظبط، واعمل تمرين الكالت اللي هو السمانه. واحد، اقف على مشط رجلي ثانيتين وانزل تاني. اثنين، ثلاثه، اربعه، خمسه، سته، سبعه، ثمانيه، تسعه، عشر. هنعد لحد 20 يا جماعه. اي تمرين هنعمله النهارده هيبقى 20 عده في ثلاث كام؟ في ثلاث مجموعات. طيب ايه التمرين الثاني؟ احاول انزل طبعا الازازه كابتن محمود، واحاول افرد ركبتي من على الارض لقدام. واحد، مش رجلي عليا، اثبت ثانيتين وانزل. اثنين، بشتغل على العضلات الاماميه. ثلاثه، واشد بطني طبعا وافرد ظهري. اربعه، خمسه، سته، سبعه، ثمانيه، تسعه، عشر. بعد كده اطلع على عضله البطن، بس طبعا ظهري استريح عادي خالص. بطلع يدور بركبتي بس فوق سنه زي ما انا شغال كده. واحد، وانزل تاني المس الارض. اتنين، ثلاثه، اربعه، خمسه، سته، سبعه، ثمانيه، تسعه، عشره، واعد لحد 20 عدد. طيب ارجع تاني امسك الازاز بتاعتي، اضمهم على بعض، واعمل تمرين لرجلي كلها بسيط جدا. انا دوبك بطلع بقف وبنزل تاني فرد ظهري وشاد بطني. انزل معايا كابتن محمود، يلا يلا. واحد، اتنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشر. أوكي، تمارين تاني لعضلة الكتف هناخده بأزاز المية برضو. يلا، رجليا قدام، شدت بطني، فرد ظهري. يلا، واحد، اتنين، باص قدامي، تلاتة، أربعة، خمسة، أحاول أفتح كتفي، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشر. أوكي، أطلع قدام شوية، أشد بطني، هعمل تمرين بايسبس. واحد، اتنين، شغالين مع بعض، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشر. التمرين اللي بعده أشتغل برضو لعضلة الكتف. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، واحدة واحدة، أشتغل واحدة واحدة ما تسرعش. خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشر. أضم الإزازتين كده ورا راسي وأضم كوعي. واحد، ده اشتغل عضلة الترايسبس. اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشر. اخر تمرين ممكن يعمله معانا لعضله القطنيه، ان انا هنزل بصدري المس، احضن رجلي، بص لقدام. واحد، وماسك ازاز الميه. اتنين، تلاته، اربعه، خمسه، سته، سبعه، هايل، احسن، ثمانيه، تسعه، عشرة. وده كان اخر تمرين معانا، وبرضه هنعمل ثلاث مجموعات في 20. زي ما انتم شايفين مع بعض، بابسط الامكانيات، كرسي وازازتين ميه، انا ممكن انقل الجيم بتاعي من النادي للبيت لو انا مش قادر انزل. وطبعا الحلقه دي موجهه لكبار السن. يا رب دايما يمتعكم بالصحه والسلامه يا رب. وكنت شرف نهارده مع كابتن محمود شيمان وفي النادي الاهلي، ومع الف سلامه مع كابتن محمود فوكس نادي الاهلي في حلقات جايه كتير ان شاء الله. مع الف سلامه. عوده لعشرة الصبح بالاهلي، اهلا بكل حضراتكم في اولى فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده. طبعا احنا متفقين من اول الموسم ان اي مباراه للنادي الاهلي هي مباراه مهمه،
واعتقد ان احنا مش هنختلف حول هذا الامر. وبالمناسبه ايا كان وضعنا ايه في ترتيب الدوري، احنا خلاص بنتعامل مع اي ماتش للنادي الاهلي في هذه النسخه من الدوري على اعتبار ان هي مباراه مهمه. احنا بقى بالتالي عندنا النهارده مباراه مهمه جدا طبعا امام فريق البنك الاهلي في الدوري المصري الساعه 7 مساء ان شاء الله على استاد القاهره. خلاص دي هتكون اخر مباراه في الدوري قبل التوقف المؤقت للفريق طبعا بسبب ان هم ان شاء الله هيسافروا لكاس العالم للانديه. عايزين نتكلم مع حضراتكم عن شكل المباراه المتوقع، عن التشكيل المتوقع، النتيجه المتوقعه. طبعا الحديث كمان لن يخلو باي حال من الاحوال عن يعني او من الحديث حول مباراه الزمالك، لقاء القمه اللي اسعد الملايين من جماهير النادي الاهلي في كل مكان. الحقيقه ملفات كتير هنفتحها مع ضيفنا العزيز اللي منورنا في اولى فقراتنا الاستاذ محمد القوسي الناقد الرياضي. يا صباح الفل على حضرتك واهلا بيك يا فندم. صباح الفل يا استاذ كريم، صباح الفل استاذ مهاوند، سعيد بالتواجد معاكم رغم ان ده وقت بدري بالنسبه لي جدا. ما احنا ضيوفنا دايما بييجوا لسه ايه نص صاحيين كده. انا راجل ليلي يعني. منور الدنيا منورنا طبعا، نجي لكم في اي وقت يعني. ده دوركم، ده مكانك استاذ محمد. وماتشات مهمة زي ما كريم قال، وكله منتظر النهاردة، لأن أولا تاريخ المواجهات بين الأهلي والبنك الأهلي ما هياش يعني فيها جاب كبير، هتواجهوا 4 مرات لو هنتكلم لحد دلوقتي، 3 تعادل، فوز 1 للأهلي، 2 للأهلي، 1 للبنك الأهلي، يعني تاريخ المواجهات مش يطمنك قوي لو أنت رجعت ليه. في نفس الوقت أنت عايز تفوز عشان تروح وتقلب الصفحة المحلية وتنتقل لكأس العالم للأندية، وأنت واخد الثقة اللي هي اكتسبتها من كل الماتشات اللي فاتت، آخرها قائم طبعا مواجهة الزمالك ومباراة القمة والثلاثية الجميلة. طبعا يعني خلينا نبدا من هنا. طبعا يعني بنبارك للجمهور النادي الاهلي الثلاثيه الجميله اللي اتحققت، وان شاء الله هنرجع لها اكيد. لكن طبعا كل مباريات النادي الاهلي مهمه وصعبه. صحيح، مهمه لان الاهلي محتاج لكل نقطه في مباريات، محتاج دايما لل3 نقاط ولا تفريط في اي نقطه، مهم جدا يعني، الا طبعا لو كانت اعذار خارج ارادتك يعني. لكن صعبه، كل ماتشات الدوري السنه دي صعبه، مفيش مباراه سهله بالنسبه للنادي الاهلي لاي حد بينافس. دايما مباراه الاهلي صعبه لان الناس كلها بتلعب مباراه الاهلي كانها المباراه الاخيره بالنسبه لهم، كانها مباراه كاس، كانها مباراه يعني خلاص اخر مباراه في الكون، المباراه اقصائيه يعني. المباراه اقصائيه، وده طبيعي بالنسبه للنادي الاهلي، وده قدر النادي الاهلي، لان النادي الاهلي يعتبر افضل فاترين عرض لعرض اي حد يعني. فمش بيعرض نفسه بس، ده بيعرض الاخرين كمان طبعا. اي حد عايز يعرض نفسه فبيعرض نفسه قدام النادي الاهلي، فعشان كده كله بيبقى عنده دوافع، عنده حماس، عنده رغبه في تحقيق نتيجه طيبه قدام النادي الاهلي. الفكره ان 4 مواجهات طبعا، البنك الاهلي حديث بقاله موسمين موجودين في الدوري، لكن السنه دي الحقيقه يعني على غير المتوقع، بالرغم ان هم دعموا بصفقات كتيره جدا لكن لم يحققوا النتائج المرجوه حتى الان. 14 مباراه اللي لعبوها فازوا في مباراتين فقط، اتعادلوا في 6، خسروا في 6، عندهم 12 نقطه، جايبين 16 جون عليهم 19، يعني نتائجهم كلها سلبيه. تغيير كبير جدا في الاجهزه الفنيه، بدايه من الكابتن خالد جلال بدا الموسم تقريبا لغايه الموسم 9 أو 10، بعد كده كابتن حلمي طولان كمل معاهم 4 5 مباريات لم يكسب الا مباراه ورحل وتولى المهمه الفنيه. المدرب الشاب الواعد كابتن امير عبد العزيز اعتقد عنده طموحات كبيره جدا، عنده رغبه كبيره جدا. يمكن عندهم كان عندهم ماتش الاخير مع الاتحاد السكندري وبداوا المباراه بدايه حلوه قوي يعني، تقدموا 2-0 في الشوط الاول على الاتحاد السكندري، لكن الاتحاد السكندري قدر يعمل رومنتادا غريبه جدا في الشوط الثاني وقدر يكسب 3-2. ده بيصعب المهمه في مواجهه النادي الاهلي طبعا. كمان النادي الاهلي جاي وعامل فوز كبير جدا على نادي الزمالك ب3 أجوان بعد عرض كبير جدا في الشوط الثاني. اعتقد ان الناس عندها رغبه في ان احنا نشوف نفس الانتصار، نشوف نفس، لكن كل مباراه بيبقى ليها ظروف. الناس عندها رغبه مش ان هي تشوف نفس اللي شفناه، عايزه تشوف اعلى على الاقل من يعني. منطلق ان نادي الزمالك برضو كانت يعني عنده كتيبه مدججه بالنجوم وثقه لنادي الزمالك وزخمه المعهود، لكن البنك الاهلي زي ما حضرتك بتقول هو حديث نسبيا بالدوري اصلا. بالظبط بالطبع يعني، انا من وجهه نظري انك لما تواجه فريق كبير واسم كبير وتقيل بتبقى اسهل من انك انت تواجه فريق يعني مش هقول اقل، لكن فرقه بالظبط بتواجه ليه، لان معظم الفرق بتواجه الاهلي بطرق دفاعيه كبيره جدا يعني، لكن فده بيصعب المهمه. اتمنى ان النادي الاهلي ان شاء الله النهارده يقدر يحقق الفوز، لانه فوز مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي بعد الفوز على الزمالك والمعنويات العاليه، كمان دي المباراه الختاميه للنادي الاهلي قبل سفره الى مونديال العالم، الى البطوله العالميه التي لم يشارك فيها من مصر الا النادي الاهلي 8 مرات، 3 برونزيات، حاجه عظيمه جدا، حاجه عالميه جدا للنادي الاهلي. اتمنى ان شاء الله ان ما يحققه الاهلي في البطوله السنه دي ان شاء الله يكون افضل من البطولات السابقه يعني. بعض الناس ليها اراء مختلفه، البعض بيرى ان مفروض المباراه دي يبتدي كولر يعتمد اكتر على الصفقات الجديده وما يعتمدش على السكواد الاساسي،
على اساس ان هو يريحهم شويه، واحنا داخلين على بطوله كاس العالم للانديه، وزي ما حضرتك قلت المباراه دي مش اللي هي يعني يتقلق منها الى حد ما، ممكن تكون صعبه فيها تنافسيه وكل حاجه، بس مش المباراه اللي انا محتاج فيها السكواد بتاعي الاساسي كامل يكون متواجد. هل حضرتك مع الراي ده ولا مع فكره ان لا انا عايز السكواد الكامل، السكواد بتاعي الموجودين اللعيبه الاساسيه، فكره برضو ان انا ممكن العب بالصفقات الجديده ببعض اللعيبه اللي هي مش هقول احتياطي بس البدلاء، ده ممكن يديهم ثقه، ممكن برضو يبقى ليها ادفانتج او يعني جانب ايجابي، انا بدي ثقه، ببتدي امرنهم اكتر، ببتدي ادخلهم في زي ما بتقال كده الاساس او يعني الارض، ارضيه الملعب اكتر، في الكيمستري ما بين اللعيبه بعودهم اكتر، بديهم ثقه. هل بتشوف ده ولا ده الارجح حاليا في الفتره اللي احنا فيها؟ الحقيقه مستر كولر ما حدش يتوقعه، دايما بيفاجئنا بحاجات احنا ما نتوقعهاش على الاطلاق، بس تبقى كلها صح يعني في النهاية يقلق منها الواحد، بس هي بتبقى مظبوطة. يعني احنا لغاية دلوقتي والمباراة النهاردة ما حدش يعرف مين في القائمة ومين بره القائمة، يعني كل اللي بنعمله احنا كإعلاميين وكصحفيين اجتهادات وتوقعات ومعلومات بنشوفها يعني. لكن ميرسر كولر عنده غيابات كتيرة جدا، يعني لك انت عارف عندنا تقريبا 12 13 لاعب مش موجودين مع النادي الأهلي في المباراة اللي جاية دي، فده بيصعب المهمة بالنسبة له. فكرة الصفقات الجديدة والصفقات القديمة واللاعيبة الأساسية والشباب الأساسية خلاص ما بقتش موجوده، لان هو استعان بيهم. يعني احنا خد عبد الفتاح اللي هو جاي ما لعبش مع الاهلي خالص ولعب في القمه على طول، ويلعب ماتش الزمالك ويلعب في مركز كمان غير مركزه ويؤدي بهذا الشكل ويكون واحد من افضل اللاعبين الموجودين في المباراه، ما بقاش صفقات جديده، ده دخل في الامور. مروان عطيه ايضا دخل وشفناه لاعب جيد مميز، كورته حلوه، عنده شخصيه، بيقدر بيؤدي بشكل قوي جدا، وده المهم بالنسبه لاي لاعب يخش النادي الاهلي، لان فانيله النادي الاهلي زي ما بيقولوا تقيله، فمحتاج اللاعب اللي يجي يكون عنده شخصيه النادي الاهلي. ممكن يكون لاعب كويس وامكانياته كويسه ويجي ولا يوفق في النادي الاهلي، في لعيبه كتير جدا كانت مميزه جدا جت النادي الاهلي ما عملتش حاجه، طلعت النادي الاهلي برضه عملت حاجه. فانت محتاج لاعب بمواصفات خاصه، بقدرات خاصه، بشخصيه خاصه. كولر هيعتمد دايما بيعتمد على يعني افضل 11 لاعب موجودين معاه في الملعب، ودايما بيعمل تبديلات، يعني ما عندوش كتير جدا بيعمل تغييرات. من بدايه الموسم عودنا ان هو ما فيش استقرار على التشكيل، بالرغم من اعتراض الخبراء على ده بشكل كبير جدا. صح. ان اي نادي بيكون فيه استقرار في التشكيل، لكن هو عنده دي مدرسته، هو شغال عليها وبيحقق بها انتصارات. يعني الاهلي الافضل 14 مباراه، 10 انتصارات، 4 تعادل، اعلى نسبه اهداف في السيزون في الفرق اللي موجوده 18، 25 جون، شباك الاهلي لم تستقبل غير 5 اهداف. اذا لنا لون كرر بنو شجعه وانا ادفعه ولا مباراه بالظبط، يعني لم يخسر مدرسته ولا دي طريقته في التعرف على امكانيات وحدود طاقه كل لاعب منهم وبشكل عملي بعيدا بقى عن التدريبات. يعني فكره الروتيشن اللي هو بيعمله بشكل دوري واللي نتج عنه زي ما حضرتك تفضلت كده ان في اغلب الاحيان ما بيكونش في ثبات في التشكيل، ما ممكن برضو الراجل نسبيا نقدر نقول ان هو ما بقالوش برضو كتير، فممكن يبقى عايز يشوف بشكل عملي ترجمه للتدريبات اللي هو عملها مثلا مع اللعيبه في ارض الملعب في مباريات حقيقيه، ولا شايف الحكايه دي؟ لا، حكايه ما بقالوش كتير دول، هو المباراه اللي جايه دي المباراه رقم 17 ليه، احنا يعني لعب 13 مباراه في الدوري وغير ماتشين في دوري الابطال غير ماتش السوبر مع الزمالك اللي بدا بيه السيزون. لا خلاص يعني المدرب هو جه برده على مشامه الراجل، جه داخل على على معترك وعلى وضع ما كانش مظبوط قوي، وكان مطلوب منه ان هو يعيد تصحيح الاوضاع. فيعني بص استاذ كريم، اي حد يتولى الاهلي ده قدره، دايما بيجي على انك جاي تنتصر وعندك جمهور لا يقبل الا النصر ولا يقبل الا البطوله، يعني فانت صحيح ده مش كتير في كره القدم، لكن جمهور الاهلي متعود على كده، والنادي الاهلي عود جمهوره وعشاقه على كده ان هو دائما رقم واحد وانه يحقق الانتصارات في كل المباريات، فهو جه على كده وما زال بيحقق هذه الاهداف. يعني حتى الان لم يتعادل كولر الا في 4 مباريات في الدوري اللي خسر فيهم من النقاط اللي احنا تابعناها، فهو احيانا الظروف بتجبره على ده. يعني لما كنت عندي اصابات كتيره جدا بعد ما اعتمد على لعيبه معينه، يعني بعد ما كنت اعتمدت على بيرسي تاو مثلا في الهجوم ورجع ماتشين واصيب، فاضطريت لازم اغير. الان جاء كهربا، ويمكن حتى كهربا عنده بعض الاجهاد والشد، هل هيلعب النهارده ولا مش هيلعب؟ كان عندك المهاجمين شريف وشادي وحسام مشي، وشريف موجود وكان عندهم سوء توفيق ومستوى متراجع بعد الشيء، الان شريف رجع. يعني فالامور كلها يعني الظروف اللي حواليه هي اللي بتفرض عليه اختيار التشكيل للنادي الاهلي، لكن جميل ان يبقى عندك روتيشن كتير جدا وعندك تغييرات كتير جدا، لان النادي الاهلي اولا عندك ضغط مباريات كبير جدا، ثانيا داخل على الكاس عندك الدوري وداخل على كاس العالم للانديه وبعد كده دوري الابطال وبعد كده كاس مصر وبعد كده في لو كاس رابطه عملوه،
فداخل في كم كبير جدا، فعايز كم كبير جدا من المباريات. ودايما الفرق الكبيره يكون عندها عدد كبير جدا من اللاعبين في كل المراكز، يكون عندك في كل مركز ثلاث اربع لعيبه على الاقل، ثلاثه في فوق وممكن واحد ولا اثنين تحت السن، بدليل انك في ماتش زي ماتش الزمالك وماتش مهم جدا وماتش يعتبر ماتش مفصلي في البطوله، غير ان هو بطوله خاصه ومهم جدا الانتصار فيه بالنسبه للنادي الاهلي وجمهوره، عندك خط الدفاع بالكامل غايب. متخيل ان خط الدفاع بالكامل للنادي الاهلي غايب؟ المتولي غايب، عبد المنعم غايب، ياسر ابراهيم غايب، وعندك السوليه غايب، وعندك حمد فتحي كان تعبان، وعندك اكرم توفيق، وعندك كريم فؤاد بس ممكن اقول حاجه استاذ، عدد كبير جدا. القصه زمان يمكن مش هحدد مع اني مدير فني تحديدا احتراما طبعا للي قدموه للنادي الاهلي، بس القصه زمان كانت مع بعض او احد تحديدا المديرين الفنيين كانت بتبقى صعبه جدا لما يبقى عندي سكواد واللي هو معتمد عليه على طول ويبقى فيه غياب او فيه اصابه، لان ساعتها انا ما كنتش بلاقي بديل بنفس المستوى لهذا اللاعب في هذا المركز. دلوقتي انا بشوف ان كولر استطاع ان هو يحل هذه الازمه، ان انا دلوقتي واحد غاب، واحد اصابه، واحد مش في حالته الفنيه، انا عندي واحد واثنين مكانه ممكن يجوا يقدوا بنفس الشكل، وشفناها في المباراه الاخيره، وشفنا لم يتم الاعتماد على قفشه بشكل كبير، وكان الفريق المنافس كان معتقد ان احنا هنلعب ونعتمد على قفشه في هذا المركز. يعني شفنا الروتيشن اللي عمله والذكاء اللي عمله بصراحه مارسيل كولر اللي ادى في النهايه ان انت فزت، وفزت بلعب حلو قوي تحديدا طبعا في الشوط الثاني. دي نقطه اعتقد تحسب كولر جدا. النقطة الثانية اللي عايزة اتناقش مع حضرتك فيها وتقولي رأيك، فكرة هنا أنا وكريم وأعتقد كلنا اتكلمنا فيها كتير، وهي الفاينل تاتش أو الفينال بتاعنا أو اللمسات الأخيرة، اللي أنت بتلعب لعب حلو جدا وتيجي عند اللمسة الأخيرة ما تتوفقش. دي أزمة عندنا، ويمكن برضو شفناها في ماتش الزمالك لكن مش بنفس الكم اللي شفناه قبل كده وشفناه الموسم اللي فات. خليني أروح مع حضرتك بداية من هذه النقطة، وبرضو من وجهة نظرك إزاي ممكن مارسيل كولر يتغلب على هذه المشكلة، لأن أنت داخل على كأس العالم أندية زي ما كنا بنتكلم ومعندناش رفاهية أبدا أبدا نقطة أو هدف يضيع. يمكن دي كانت مشكلة كبيرة جدا بتواجه النادي الأهلي، رغم ان النادي الاهلي مسجل 25 هدف، الاعلى اهدافا، الاعلى احرازا للاهداف، ده لكن الفريق هجوميا ما عندوش اي مشكله خالص، هي الفكره ان مين اللي بيسجل الاهداف؟ فكره تسجيل الاهداف للمهاجمين قليله جدا، يمكن شريف قبل ماتش الزمالك مسجل هدفين، وشادي مسجل جون، وحسام حسن اللي كان موجود ومشي من ايام ما كانش مسجل، فدي كانت عامله قلق كبير جدا بالنسبه للنادي الاهلي وجمهوره، عشان كده كولر دايما كان بيبحث عن مهاجم يعدل التوازن ده ويسجل الاهداف ويستغل الفرص دي، يعني في بعض الماتشات اللي احنا تعادلنا فيها زي ماتش مثلا سيراميكا الاهلي عامل مش اقل من 20 غاره هجوميه على المرمى ولم يسجل منها اي اهداف، ده نتيجه ما عندكش مهاجم كان قناص يقدر يسجل يعني اهداف، فهو اشتغل على ده كتير جدا. حساسيه التهديف بتبقى بس في اقدام المهاجم الصريح بالظبط، مش المفروض يعني تبقى موجوده يعني الحاسه دي عند كل اللعيبه؟ لا يعني في فرقه كبيره زي النادي الاهلي معظم اللي بيبقوا موجودين يقدروا يعني يكون لهم ادوار كتيره جدا، ادوار دفاعيه. احنا بنتكلم على النادي الاهلي، ففي حال عدم وجود او في حال غياب مهاجم صريح المفروض ان بقيه اعضاء خط الهجوم يبقى عندهم نفس القدره على التهديف. بالظبط، يعني هو بيعتمد على الحاجات دي، بيعتمد على اللعب الجماعي، على اداء الفريق طول الوقت، لذلك معظم الاهداف بيسجلها اللعيبه غير مهاجمين يعني. فبيحاول يجرب يعني، لما دفع ببيرست تاو فسجل، لكن طبعا الاصابه بعتته، الان كهربا دخل، الان شريف دخل، وده مهم جدا، ده بجانب النادي الاهلي بيدور على الصفقه اللي كلنا بننشدها او الصفقه اللي كله عايزها، صفقه المهاجم الصريح المميز اللي يقدر يصنع لك الفرق، اللي يقدر يسجل لك من نص فرصه، من ربع فرصه، او من عشر فرصه، او من فرصه تكاد تكون معدومه، يقدر يحققها لك ويسجل اداء، هو اللي يخلقها من بالظبط. ده مهم جدا، ونتمنى النادي الاهلي يحسم هذا الملف قبل السفر الى ان شاء الله، طبق المعلومات اللي عندنا ان قبل نهايه الشهر الحالي هيتم حسم امر المهاجم علشان تحل المشكله دي بشكل كبير جدا، لان ده هيزيد من غله الاهلي في التهديف بشكل كبير جدا. يعني طيب انا ممكن اتكلم في سؤال عام، يعني انا هتكلم تحديدا مع حضرتك، او عايزه سؤالي يبقى موجه عن الدوري هذا الموسم. الموسم اللي فات راح وزي ما بتقال ولا خلاص بكل المشاكل والضغوطات والحاجات، بتكلم عن النادي الاهلي تحديدا والخلفيات اللي احنا كلنا عارفينها وتابعناها واتكلمنا فيها. بدانا موسم هذا العام موسم حلو جدا، وكانت بدايه حلوه جدا، ولحد دلوقتي احنا ماشيين بخطوات كويسه مع الصفقات المختلفه لكل الانديه واللي عددها يكاد يكون فوق ال 12 صفقه و 13 صفقه، وفي فرق كامله اتعمل لها صفقات وغيره، والصرف اللي اتعمل راس المال برضو كان ليه دور كبير في بعض الانديه، المديرين الفنيين اللي اتغيروا، كل ده من وجهه نظر
يعني مسيو محمد او استاذ محمد لصالح الدوري، وهل فرق بشكل كبير جدا هذا الموسم ولا الصفقات زي ما بيتقال كده البعض؟ طبعا حضرتك عارف دايما في ناس بتنتقد بس، فبيقال او بيقولوا ان الصفقات دي ما عملتش حاجه مع اي حد، يعني حتى لما اسوان كسب الزمالك وكان عامل طبعا صفقات كتيره جدا كان حاجه كده بالصدفه وضربه حظ وخلاص، يعني الكم الصرف والصفقات ملهاش قيمه، بتتفق ام بتختلف؟ لا 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 طبعا بختلف، لان مؤكد ان الانديه كتير جدا عملت الصفقات مهمه جدا وفرقت معاها كتير جدا، شايفين ده في فيوتشر، شايفين ده في بيراميدز، شايفين ده في عدد كبير جدا من الفرق اللي موجوده في الدوري. وفي ما عملش معاهم فارق. الفرقة اسوان حضرتك بتقول عليها جايبه مش اقل من 20 لاعب. لا غيروا يعني معظم الفرقه تقريبا، يعني كانت موجوده عدد كبير جدا من اللاعبين، وكمان يمكن حتى بداوا اول 3 اسابيع كانوا وحشين جدا وخسروا 9 بونت في اول 3 خسروا اول 3 ماتشات، وتغير الجهاز الفني وجي جهاز فني جديد. عدم الاستقرار ده برضه مش جيد. لكن الصرف طبعا بيفرق مع الفرق، لكن بتصرف ازاي وبتصرف فين وبتجيب مين؟ يعني انا هاخد الاهلي كنموذج، يعني النادي الاهلي بيفكر دايما في الاماكن اللي ناقصه عنده وبيجيب منها لعيبه، في ناس بتجيب صفقات لمجرد انها تجيب صفقات، مجرد ان انا اجيب لعيبه واحطها في الفرقه، حتى لو عندي لعيبه في نفس المركز انا بجيب واحط، فبالتالي يحصل تضارب وممكن ما تستفدش بالصفقات. فانا لما اتكلم عن النادي الاهلي، النادي الاهلي كان عنده مشكله في الناحيه اليمين، ليه؟ بعد اصابه اكرم وبعد اصابه كريم فؤاد ما بقاش عندك غير هاني، فبالتالي انت محتاج لاعب، فجري بسرعه وجاب واحد الناحيه اليمين صح، وظفها في المباراه الاخيره كقلب دفاع لظروف اللي حصلت اللي قلتها لحضرتك اصابات خط الدفاع بالكامل، لكن في النهايه جاب لاعب يفيدك في الناحيه اليمين، واعتقد ان احنا هنشوف خد عبد الفتاح في المباراه النهائيه في المركز الاساسي بتاعه. محتاج لاعب في خط الوسط عشان يكون داعم ليك، لان برضه في بعض الفترات احيانا بتفقد الثلاثه اللي موجودين، فيكون عندك لاعب محتاج جناح، فجاب كريستو الان بيبحث عن الحته المفقوده عنده، المهاجم بيدور عليه مش محتاج حد تاني. فالفرقه اللي بتشتغل بالشكل ده اعتقد هي بتجيب صفقات تفيدك وتضيف ليك، لكن اللي بيجيب مجرد لعيبه ويحطها انه بيجيب 7 و8 و10 و15 ويحطهم اعتقد بيبقى صرف في غير محله يعني. صح صح. احنا متفقين على ان معظم الفرق اللي في يعني فرق في المستوى بينها وبين النادي الاهلي عادة لما بتقودها الأقدار لمواجهة النادي الأهلي غالبا ما بيلجأوا لأسلوب الدفاع والتكتل الدفاعي المستميت والاعتماد على الكرات المرتدة أو الهجمات المرتدة في حال وجود فرصة لوجود هجمات مرتدة. تتوقع أن السيناريو ده هيحصل في ماتش النهاردة مع البنك الأهلي، ولا شايف أن الماتش ممكن يكون مفتوح من أول لحظة؟ هو طبعا اتوقع ده، لكن المشكله ان احنا المدرب البنك الاهلي مدرب جديد على الدوري المصري، يعني هو امير عبد العزيز اول سنه اولى مدير فني، ودي تاني مباراه ليه، يعني كانت اول مباراه ليه كانت قدام الاتحاد السكندري وادى فيها بشكل مهاجم وتقدم بهدفين وخسر، وهو يبحث عن الفوز على فكره قبل التعادل اكيد، يعني اذا كان النادي الاهلي بيبحث عن الفوز فالبنك الاهلي بيبحث عن الفوز، لانه وضعهم صعب جدا. بس هو قدام تحدي صعب اللي هو تاني مباراه ليه مع النادي الاهلي برضه صعب. اه بالظبط، يعني فليس من المدرب اللي هو طبعا لم نكتشف شخصيه امير عبد العزيز لغايه دلوقتي، هل من هو من المدربين المدافعين، هل هو من المدربين المهاجمين، هل الفضوء اللي شفته في ماتش الاتحاد لا اللي شفته في ماتش الاتحاد لعب بتوازن الى حد كبير جدا، يعني دافع وهاجم ولكن في النهايه خسر المباراه، فده هنشوف. يعني انت مثلا لو قلت لي الاهلي هيقابل سموحه، عارف انا كابتن طارق عاشر بيشتغل ازاي، هيقابل الانبي عارف كابتن طلعت يوسف حافظينه بقاله سنين، فده فكر جديد ورؤيه جديده مختلفه للدوري المصري، مجهوله لسه بالنسبه لمعظم الناس. بالظبط مجهوله، ودي مشكله، ما تعرفش هيلعبك ازاي لانه جايب فكر جديد. وميزه الدوري المصري السنه دي ان ضخ دماء جديده في العمليه التدريبيه. بالزبط. شفنا ايمن الرمادي اول مره يظهر مع اسوان، اسمه ما كانش حد يعرفه خالص في مصر، بالرغم ان هو مدرب متميز جدا بقى له 20 سنه في الامارات وعامل نتائج كويسه جدا سواء على مستوى الدرجه الاولى او مستوى الدرجه الثانيه. شفنا اديع عبد الباقي جمال مع غازي المحله تولى بعد بابا فاسيليو، ايمن عبد العزيز بيتولى بعد كابتن حلمي طولان. الحقيقه يعني في وجوه جديده بتظهر في الدوري وبتقدم بشكل كويس جدا. اعتقد انا ما اقدرش اتنبا اذا كان هيلعب دفاع هجوم، لكن هو قدام النادي الاهلي اي حد مجبر ان يدافع بشكل كبير جدا. طب. لانه لو فتح قدام النادي الاهلي هتبقى الامور صعبه جدا بالنسبه له. الدفاع المستميت ده بيقتل لك الماتش وبيخنق لك اللعيبه ومش عارف يعني في فرق واجهت النادي الاهلي بخطه 9-1، يعني 9 موجودين قدام الجون وواحد قدام وخلي بالك ان ممكن 9-1 نجيب فيه الجون كمان، يعني لانك انت يعني مندفع هجوميا اي كره ممكن تبقى هجمه مرتده وتسجل فيها، ففي فرق رحت لها بس مميته 9-1 يا استاذ كوسه. اه والله العظيم مميته، يعني بيلعب ازاي انت؟ طيب ما تلعب ازاي، هتلاقي مساحه فين؟ وده شفناه في اكتر من مباراه، يعني مش عايز اضرب لك امثله من بعض المباريات اللي تعادل فيها الاهلي، هتلاقيه حاطط 4 5 4 وفي واحد واقف كمان على دايره السنتر بيرجع يساعد معاهم،
فدي عامله مشكله كبيره جدا. نتمنى ان نتخلص من الفكر ده. العب الغريب بقى ان في ناس طلعت تشيد بده بعد المباريات وتتكلم عن قدرات المدرب العاليه وازاي قدر يوقف النادي الاهلي. طب ما هو الدفاع سهل جدا، لكن انت توقف النادي الاهلي العب وهاجم وهات اهداف وتفوق على النادي الاهلي، لكن فكره انك انت ترص الفرقه كلها ورا اعتقد. لكن في النهايه هو كمدرب بيقول لك انا اللي العب اللي افوز بيه العب بيه، انا عايز اجيب نقطه من النادي الاهلي اجيبها باي طريقه، ما حدش يلومني على الطريقه دي. نادي افكارهم لهم كل التقدير ولهم كل الاحترام، لكن ده في كره القدم بيبقى عمليه صعبه جدا. العب واستمتع وادي الكره بشكل كويس جدا وورينا قوتك الدفاعيه وقوتك الهجوميه. يعني انا لسه طبعا حديثنا مطول، بس انا لو تسمح لي انتقل عالميا وارجع تاني لان ده موضوع الساعه حاليا، ما ينفعش ان حضرتك الفقره تنتهي وفاضل فيها مش كتير يعني، فنستغل برضو وجودك ونتكلم شويه عن ما صدر وتداول في الفتره الاخيره تحديدا ال 14 ساعه اللي فاتوا او اقل كمان عن محمد صلاح وليفربول. رايك ايه استاذ محمد في هذا الموضوع؟ فكره يعني تعليق سوء اداء ليفربول هذا الموسم من يورجن كلوب على محمد صلاح، وكلام عن بيعه وكلام ان هو لا يروح بي اس جي ولا يروح برشلونه ولا ده يبقى حاجه كويسه ولا وحش اصلا لليفربول. ناس كتير مستاءة كانت على السوشيال ميديا تحديدا على تويتر من جراء هذا الخبر. رايك ايه في الموضوع ده؟ يعني هو لما كان ليفربول متالق وعالمي واخد دوري الابطال كان محمد صلاح هو الهيرو بتاع الفرقه، هو اللي كان البطل اللي بيعمل كل الانجازات وما كانش حد فيه، ودلوقتي بقى بيحاسبه لما ما كانش حد فيها. كان طبعا غير مظبوط، ما فيش لاعب لا هو بيصنع امجاد الفرقه ولا يتحمل لاعب بمفرده انكسارات الفريق. يعني هو ليفربول وان كان انا اسف بقطع حضرتك، وان كان ودي كلمه حق لازم تتقال، محمد صلاح كان استثناء. محمد صلاح ساعد بقوه ماشي في طبعا يعني ساعد اعلاء شان ليفربول طبعا، ده مهم جدا طبعا. يعني بس أنا مش هو في اللي ياخد اللوم فعلا دلوقتي، في لعيبه عندها قدرات خارقه بتصنع الفرق مع فرقها بمهاراتها بقدراتها بتقدر تخلص ده، زي ما بنشوف زي ميسي زي كريستيانو رونالدو زي مارادونا، لاعب كبير جدا يقدر يصنع فرق مع الفرق يقدر يشيل فرقه. لكن في النهايه لما الفرقه تقع مش هو هيبقى المسؤول. يعني لو جبت ميسي وحطيته في فرقه وعى خلاص هيعمل ايه؟ مش هيقدر. يعني ميسي موجود مع باريس سان جيرمان ما قدرش ياخد دوري الابطال خالص، واداؤه مختلف عن برشلونه، واداؤه مختلف تماما عن برشلونه. كان مع برشلونه بياخد دوري الابطال ومكسر الدنيا والامور عاديه جدا. فطبعا يعني من الظلم ان محمد صلاح يتحمل مسؤوليه هبوط مستوى ليفربول، في هبوط كامل في الفريق وده طبيعي جدا. الفريق وصل للقمه على مستوى العالم فترات، كان من احسن الفرق في العالم، واخد كل حاجه دوري الابطال والدوري الانجليزي والكاس الانجليزي ومكسر الدنيا وعامل كل الارقام، لكن في النهايه حصل تراجع للفريق كله. فمحمد صلاح مش هيشيل الفرقه كلها وياخد الكره من جون لجون. استاذ محمد مش ملاحظ مؤخرا بقى الموضوع ده فعلا منتشر؟ يعني لو حد مثال مثلا مع الفارق طبعا في الظروف، بس لو حد مثال بكريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد وتن هيج، وفكره برضو لوم شويه كريستيانو ان هو جه لم يقدم شيء. على الصعيد الثاني دلوقتي عندك يورجن كلوب هو اللي بيحاسب محمد صلاح على ان ليفربول مش في افضل حالاته. يعني فكره لوم دلوقتي المدير الفني لبعض اللعيبه وتحملهم المسؤوليه او تحملهم المسؤوليه، ده بتشوفه ازاي؟ يعني ده برضو سيناريو مش معتاد كان في السابق. كان بيتحاسب المدير الفني وهو اللي كان بيتم الحديث حوله وانتقاده وربما كمان تغييره. يعني ده انا من وجهه نظري ليس من الامور الجيده، لان ده طبعا يعني يجيب اثار سلبيه اكتر ما هي موجوده في الفريق. ما فيش مدرب بيهاجم لعيبته، ما فيش مدرب بيقلل من قدراتهم ويحملهم مسؤوليه كامله. يعني عدد كبير جدا من المدربين بيبقى موجود وفرقته تخسر، وشفنا ده. يمكن كان عندنا في مصر مستر مانويل جوزيه المدرب التاريخي للنادي الاهلي وواحد من افضل المدربين الاجانب جوه في مصر، كان ممكن يبقى الاهلي وحش ويجي يطلع في المؤتمر الصحفي يقول انا اللي اتحمل المسؤوليه وانا اللي اتحمل الخساره، حتى لو ده ظاهريا قدام الاعلام حفاظا على معنويات اللعيبه بتاعته، حفاظا على قدراتهم، حفاظا ان هو يقدر يصلح ويطلع بيهم تاني. لكن انت لما تدمر لعيبتك وتحملها المسؤوليه وتبعد نفسك عن المسؤوليه وتبعد نفسك عن الاجزاء الحقيقيه، اعتقد ده امر غير جيد من المدرب. زود يعني من احساس المفاجاه بل والصدمه عند معظم الناس اللي متابعين الموضوع ده فكره ان يورجن كلوب بصفه خاصه يعني طالما اشاد بل وتغنى بمحمد صلاح وبقدرات محمد صلاح، فالكلام طالع منه غريب المره دي. لا يعني 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 قال فيه قصائد شعر صحيح يعني ومدح غير طبعا محدود، وانه لاعب غير عادي ولاعب غير مسبوق. يعني لو جمعنا الكلام الايجابي والكلام الاشادات اللي قالها كلوب على محمد صلاح كتير جدا وكل اللي موجودين في الخبراء اللي موجودين في الدوري الانجليزي، فانت لما تيجي دلوقتي تتكلم عنه اعتقد ان ده امر غير جيد بالنسبه لك كمدرب. وربما خايف استاذ محمد ان هو يلقى اللوم عليه او الجماهير تلقي اللوم عليه، انا بتكلم على يورجن كلوب، فهو عايز يعني يخرج نفسه من الازمه ويبتدي ان هو قال يعني هيعمل صفقات جديده، هيستغنى عن صلاح، هيحدث تعديل في الفريق، فده يبتدي
يلفت الانظار بعيد عنه شويه ربما. والله وانا عمري لان ناس كتير طالبت في الفتره الاخيره برحيله بالمناسبه، يعني ناس كتير تحدثت عن رحيل يورجن كلوب. كفايه هو امر بالنسبه لنا، يعني انا بالنسبه شخصيا امر يعني غير متوقع وامر صادم الحقيقه ان مدرب كبير بهذا الشكل يعمل على لعيبته بهذا الامر ويتحدث بالشكل السلبي ده عن اللعيبه ويصدر لها طاقه سلبيه ويقلل من قدراتهم ويقلل مجهودهم. ده اعتقد طب اللعيبه هتعمل معاك ايه في الماتش اللي جاي؟ ما دول جنودك ودول جنودك ودول اسلحتك، فانت لما تحطم الحاله المعنويه بتاعتهم ودي مهمه جدا في الملعب، ان لما اللعيب يفقد حماسه وهو بيلعب خلاص ما بقاش عنده حماس ولا دوافع، فالامر ده يكون سيء جدا وصعب جدا ونتائجه هتبقى اسوء مش على كلوب، هتبقى على نادي ليفربول كله يعني. طب احنا بطبيعه الحال طبيعي جدا ومنطقي جدا ان احنا بقى مشعوفين على محمد صلاح ومتحيزين ليه، وده احنا دايما بنقدمه بان ابننا محمد صلاح، ابننا محمد صلاح. يكونش محمد صلاح في الموسم ده، وانا برضو عايز اعرف رؤيه حضرتك يعني من خلال متابعتك للماتشات اللي فاتت مع ليفربول، بعيدا عن تدني وتراجع مستوى ليفربول ككل، انا بكلمك على محمد صلاح بصفه فرديه، هل لاحظت ان في هبوط نسبي في مستوى محمد صلاح يخلي الكلام اللي بيتقال ده في شيء من المنطق، ولا احنا عشان متحيزين محمد صلاح فاحنا مش متقبلين اي كلام سلبي يخصه؟ بص محمد صلاح من ساعه راح ليفربول هو السوبرمان الفريق، وهو اللي بيساهم بدرجه كبيره جدا طبعا في الانتصارات. بس انا بكلم حضرتك على الموسم ده. لا تمام، انا بقول لك بشكل عام، وغالبا كان في معظم المواسم اللي فاتت هو الجرار بتاع الفريق طبعًا. اللي بيجر القطر كله طبعًا. ويصل بيه الى الهدف المجهود. مفيش لاعب في العالم بيقعد مستواه ثابت سنين وسنين مؤكد في فتره معينه الا ميسي. الصراحه يعني هيجي جاي هو بعد يمكن كاس العالم عالي بيه شويه. رضيتي عن ميسي يعني بعد كل ده؟ بس ده واقع للاسف يعني. ما قلتش كريستيانو يعني هو للاسف برضه مش حقيقي. لا جاي يعني ميسي ما تقلقيش. فصلاح عادي طبيعي جدا، ويمكن هبوط العام برضه للفريق بيؤدي لمستوى الفرد في يعني لما فريق كامل ممكن مستواه يتراجع معاك، فانت هتعمل ايه؟ اكتر من ماتش كمان كان محمد صلاح بيلعب في مركز اصلا غير مركزه بالظبط يعني، ففي ظروف معينه بتاثر عليه، لكن احنا بالنسبه لنا هو شايفه كده مش كده. احنا بالنسبه لنا محمد صلاح بطل لا يقارن وظاهره يعني صعب تكرارها بالنسبه لنا، وكنا نتمنى تكرار هذه الظاهره يعني. محمد صلاح لاعب كبير جدا، قدر بجهده وعرقه وكفاحه وموهبته وحماسه واصراره ورغبته وهدفه اللي حطه قدامه من ساعه ما راح اوروبا، قدر يحقق حاجات احنا ما كناش نتخيلها الحقيقه. فطبعا له كل الدعم مننا وله كل التقدير، وسيظل ايقونه للكره، مش الكره المصريه ده، في الكره الانجليزيه وفي الكره العالميه بات يعني حاجه عالميه يعني. نروح بقى او نرجع بقى، مش هنروح هنرجع هنرجع للدوري. تعالى بقى نتكلم شويه. ننزل بقى جاهزين؟ كنت سبتينا بقى في الملف العالمي. معلش الحال تطلعينا للدور العاشر وتنزلنا ده. خلينا نتكلم شويه بقى عن الحكام. طبعا نقول لحضراتكم برضو بالنسبه لمباراه الاهلي والبنك الاهلي، عندنا حكم الساحه كابتن احمد الغندور، حكم مساعد اول كابتن احمد توفيق، حكم مساعد ثاني كابتن سمير جمال، حكم رابع كابتن صبحي العمراوي، وحكم الفار محمد صباحي، وحكم الفار مساعد هاني خيري. مهم جدا ان احنا نذكر كمان التحكيم ونتكلم شويه في التحكيم المصري حتى هذه اللحظه ورؤيه حضرتك بمنتهى الشفافيه، وهل في تقدم في هذا الملف الى حد ما منذ استقطاب كلايتنبرج، ولا احنا ما زلنا في نفس الدوامه، ما زلنا في نفس الاخطاء، ما زلنا في نفس الانتقادات اللي بتوجه للتحكيم المصري؟ تمام. يمكن قبل ما اخش اجابه مباشره على سؤالك يعني عايز اتكلم على التحكيم اللي كان في ماتش الاهلي والزمالك. تمام. وتحقيق الاهلي انتصار بالثلاثه في وجود تحكيم اجنبي، كثيرون يتحدثون على النادي الاهلي لا يحقق انتصارات الا في وجود حكام مصريين، هذا هو التحكيم الاجنبي ان النادي الاهلي بيحقق بيه انتصاراته الكبيره جدا سواء على المستوى القاري بيحققها بتحكيم اجنبي، سواء في مواجهات القمه كلها مع فايز بالثلاثه على ذلك. فماتش بيراميدز طلب تحكيم اجنبي والاهلي فاز بالثلاثه، مفيش اي كلام خالص على الموضوع ده، ما كانش في اي قصور يخلي الفريق المنافس حتى يقول لك ده بص الحكم عمل وسوى، مفيش اجماع على جوده التحكيم، مفيش حاجه، محدش اتكلم ولا حدش فتح بقه في الثلاثه الاولانيه والثلاثه الثانيه. نروح دلوقتي لفكره التحكيم السنه دي. الحقيقه انا شايف الامور يعني بتصير بشكل جيد يعني مش 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 كارثيه يعني، يمكن الاخطاء تراجعت بنسبه كبيره جدا، يمكن لو كان عندنا مثلا 30% في الاخطاء تراجعت 15%، فبقت نسبه الخطا قليله جدا، ويمكن وجود فار ده ساهم بنسبه كبيره جدا في تقليل من الظلم للفرق. صحيح ما انتهاش تماما يا استاذ قوس، ما انتهاش يا استاذ قوس، ده الواحد وصل لدرجه ان ونهاوند بتقول حكم الفار، الواحد يسمع كلمه فار يقول يا ساتر يا رب. والله المفروض ان دي اداه جديده او كارت جديد لاحقاق الحق. ما انا بقول لك يعني ما انتهاش، المفروض انك تصل مع الفار
الا نسبه عداله لا تقل عن 99%. انا مش هقول 100%. امال هو فار ليه؟ امال هو فار ليه؟ ايوه والله صحيح، زوايا وحاجات وبتاع. ليه؟ لانك فار، لانك قاعد وبتشوف ومركز طبعًا. وبتشوفها 17 مره موشن وكل زوايا، عشان ما نقولش ان يمكن الحكم في الملعب اهي مره بيشوفها في فيمتو ثانيه ماشي طبعًا. لكن انت لما بتوقف اللعبه وبتشوفها عشرات المرات وتطلع بقرار غلط، تبقى انت مش فار، تبقى انت قط كده، يبقى تو ماتش. طب وايه؟ طيب يعني لكن الحقيقه تقييمك. يعني ده انا بقول نسبه الاخطاء قلت يا استاذ كريم، قلت يعني رغم ان موجود اخطاء، يعني انا بشوف برضو ركلات جزاء ما انزل الله بها من سلطان والفار بيعملها وبيحسبها، لكن في النهايه يعني دي جمال كره القدم وحاجه تتقبلها باخطائها يعني. لكن في وجوه جديده بدات تظهر طبعا يتم الدفع بيها موجوده، في حكام كبار بداوا يعني يستعيدوا رشاقتهم ولياقتهم الفنيه والبدنيه، ده مهم جدا. يعني اتمنى ان احنا في التحكيم يكون عندنا حكم عادل، حكم قوي، حكم ليه شخصيه، عشان يرجع التحكيم المصري على المستوى القاري، لا الرياضه على المستوى القاري، ويكون لنا تواجد على المستوى العالمي. يعني انا صالحنا في الاول، انا مع اكبر دليل على انك انت تحكيمك متراجع، انك مالكش حكم على مستوى كاس العالم. حتى لو حضرتك عملت فلاش باك ورجعت بالزمن لفترات زمنيه ما كانش فيها بقى لا العوار اللي احنا بنناقشه كل شويه بقى لنا فتره ولا القصور اللي في الملف بشكل عام زمان، ليه من قديم الازل ما بنشوفش حكم مصري بيشارك مثلا في كاس العالم؟ ليه؟ ما هم اللي مش من قديم الازل، يعني كان عندنا يمكن اخر حد كان كابتن جهاد جريشه كان موجود. امتى الكلام ده؟ يمكن من 10 سنين. ما فيش وقبل ال 10 سنين دول، يعني احنا يعني وكابتن عصام فتحي وكابتن جمال الغندور دول كانوا موجودين. وجود طاقم تحكيم مصري في محافل دوليه ان وجد فبيكون موجود على استحياء. بالظبط. بص يا استاذ كريم، يعني انا عشان اتكلم بصراحه، المنظومه الكرويه كلها يعني لو استخدمت لفظ مهذب عليها شويه هقول فيها فساد مستشري كتير جدا، سواء في اداره الكره المصريه وده من ضمن التحكيم واداره المسابقات. فاتمنى ان احنا نتخلص من ده، يبقى عندنا كفاءات بتدير، يبقى عندنا الشفافيه، يبقى عندنا ان انا اختار الحكم الاكفى، يبقى عندي مواصفات لاختار الحكم، ان انا احسن من مستوى الحكم ومن قيمته ومن دخله ومن قدراته، اوفر له الحمايه الكامله اللي موجوده. فانا لو ما كنتش هنا عندي حمايه كامله وعندي ثقه في نفسي وانا نازل احكم، زي مثلا في الدوري الانجليزي، هل ترى لاعبا يشوح للحكم ولا يجرؤ يبرق له حتى او يبص له؟ ده مره كريستيانو رونالدو عمل كده أربع مباريات. فده مهم جدا يكون عندك قانون ويطبق على الكبير قبل الصغير، على الأهلي والزمالك قبل أي حد، اللي هم كبار الكرة المصرية. ده مش موجود بشكل كبير عندي. أنا بشوف ماتشات اللاعب يسحب الحكم من إيده، لاعب عملية التشويح دي غير حدود، عملية النرفزة والعصبية، عملية النرفزة والعصبية دي على التحكيم، طب ما ده يقلل من الحكم ويقلل من شكل الحكم ويقلل من ثقته في نفسه ويخليه يتردد. معلش ثانية واحدة، هو إيه اللي هيخلي دلوقتي أنا لو حكم وفي لاعب عمل أسلوب أو تصرف زي ده، إيه اللي يمنعني إن أنا أديله الجزاء المستحق؟ ما هو الحكم ما بيديش الجزاء المستحق. ما هي ثانية واحدة، خلينا نتكلم من الجانبين. زي ما حضرتك قلت، احنا عندنا عوار وعندنا مشكله كبيره. على الصعيد الثاني، شفنا في السنه الاخيره بعض القرارات اللي اتخذت علشان تحسن الكره المصريه، منها استقطاب كلايتنبرج، منها الاهتمام بقاعده الناشئين، منها استقطاب بعض الخبرات الاجنبيه اللي بالمناسبه نالت انتقاد العديد برضو من الناس القائمين على صناعه كره القدم هنا، اللي قال لك منهم وانا اجيب واحد يشوف لي التحكيم المصري ليه، والناس قعدت تنتقد. زي ما تقول في ناس مش عايزه هذه الرياضه وهذه المنظومه ان هي تتحسن اصلا. ده نقطه. النقطه الثانيه، لما اجي اتكلم دلوقتي واقول طيب على الصعيد الثاني، ما هو انا كمحكم او انا كحكم لازم ان شخصيتي قويه، ولما اخد قرار هنفذه، واللي هيغلط من اللعيبه هاخد فيه قرار وهعاقبه. انا عايز بقى الجماهير المصريه تبقى برضو بتساعد. خليني اتكلم من هنا وهنا، ما هو برضو فكره الانتقاد والتقليل المستمر وفكره يا عم احنا ما عندناش، يا عم الحكم، برضو عدم الثقة في التحكيم بتاعنا ده بيزيد المشكلة مشكلة حتى لو هي موجودة. تتفق أم تختلف معايا برضو بمنتهى الصراحة؟ فكرة أن الجماهير تساعد دي أو الجماهير ما تساعدش، أنا مش شايف أن هي العامل المؤثر الأكبر في الموضوع، ولكنها عامل برضو. لا يعني ما أنا الجماهير تساعد، أنا لما يكون عندي نظام محدد ونظام صارم يطبق على الناس كلها يبقى مهم جدا. فكرة تقدير الحكم واحترامه جوه الملعب وبره الملعب ده مهم جدا. لما يطلع مسؤول يقول لي انت لو نزلت الملعب هجيبك من قفاك
ويتكلم على الحكم بشكل كده، لما يطلع حكم حد ويتكلم على التحكيم بشكل غير مهين والامور تمر مرور الكرام كده ومفيش اي عقوبات. يعني هي جت على دي يا فندم؟ طب لا يعني ما هو ده جزء، احنا بنتكلم على المحاسبه، احنا بنتكلم على الجزئيه دي. لما لو نزلت الملعب هجيبك من قفاك، لو وحكمت تشتم وحكمت تهان وبتاع، وده بيحصل والامور عاديه جدا، ولا يتم التوقف عند ده؟ لا طبعا، لا حضرتك الحاجات اللي تقصدها ده حدث ولا حرج، ده كده يعني ده انفلات غير محدود في كل حاجه. يعني لا منظمه الاعلاميه المسؤوله عن الاعلام في مصر بتتدخل ولا كثيرا من الجهات. ده موضوع كبير جدا وموضوع غير لائق، ولا يليق بمصر، ولا يليق بقيمتنا، ولا يليق باعلامنا على الاطلاق. يعني احنا عايزين اعلام محترم، الاعلام بيطلع بتقدم صوره راقيه وصوره شيك وصوره محترمه، لانك انت يعني بتساهم في تكوين شخصيه الشخصيه المصريه. صحيح. سواء بالنسبه للشباب، الشباب بياخدوك قدوه، بياخدوك في كل حاجه. ما كانش في الكلام ده زمان خالص، ما كانش موجود لان على الاطلاق لا تلفزيونيا طبعا، ولا حتى صحفيا كانت النقد والصحافه الرياضيه كما ينبغي ان تكون. دلوقتي بقت، وطبعا بفضل طغيان السوشيال ميديا، بقى اي حد يقول اي حاجه. مش بس في أي السوشيال ميديا، خلينا نبقى صراحة يا كريم، في بعض المنابر الاعلاميه لشخصيات مفروض لها قيمتها وزي ما تقال عنهم قيمه وقامه، لكن بيطلعوا يقولوا كلام يعني غريب جدا مع كل احترامي، وبيبتدوا ينتقدوا كمان لعيبه حصلت قبل كده. يعني في العديد من الرموز اللي طلعت تنتقد بعض الصفقات واللعيبه بتاعتنا، واطلقوا عليهم وصف غير لائق تماما، وطلعنا ودافعنا من غير ما نذكر اسامي. كان حاجه يعني غريبه. لا يعني خلينا نفرق بشكل كبير جدا بين السوشيال ميديا اللي هي ده امر ملوش ضوابط ولا حدود، انت في الشارع على المقهى، كانك على المقهى، ولو ان في قانون دلوقتي كانك على المقهى يعني ايا كان. يعني كان في النهايه كل الثقافات وكل الحاجات، لكن المكان اللي احنا قاعدين فيه ده مكان المفروض ليه قدسيه. بالظبط، مفيش حد يقعد قدام الكاميرا الا اذا كان كفء لهذا المكان او يستحق الجلوس لهذا المكان. وفي ناس كتير بتقعد قدام الكاميرا وبتستقي معلوماتها بالكامل من السوشيال ميديا. لا طب ما دي حاجه كارثيه. طبعا ده حاجه كارثيه. انا المفروض السوشيال ميديا هي اللي تستقي معلوماتها مني، وهي اللي تبني على ده. صحيح. واذا تحسن الاعلام هتتحسن السوشيال ميديا، لانك انت في النهايه انت اللي بتغذي السوشيال ميديا، لانك انت الصحفي وانت المذيع وانت المقدم وانت المؤد وانت الضيف اللي جاي بتقدم معلومه، كل ده بيطلع من التلفزيون، من المنصه الاعلاميه الكبرى، المنصه الاعلاميه الاكثر تاثيرا، ده بيطلع منه والتاني بيشرب وبيبدا يرد عليك بالطريقه دي. فاذا كان يعني ده بينضح عسل فهنا سنرى عسلا طبعا، واذا كان طبع بينضح اي حاجه تانية مش عايز اقول اي الفاظ خلا خلا دي ده خلا ده الخل اللي نيته حاجه تانية غير خلا، بدليل ان هو تدارك وما رضيش يقول. ما اقدرش اقول ولا كانت خلا يا استاذ كوسه؟ لا مش خلا خالص. انا قلت الاقي حاجه معقوله. شوف يعني الخل ده، شوف على صعوبته وعلى مرارته، لكن هناك ما هو اقل كتير جدا من الخل. يعني انا اتمنى ان زي ما بنقول ان التحكيم يكون عندك حاجه تحميك، لازم يكون الاعلام ليه حاجه تحميك. طبعا لازم يكون اللي موجود مش اي حد يطلع يتكلم ويتحدث. يا جماعه دي كارثه، حتى لو بيتكلم في الكوره والرياضه، البعض بتقول لك انا بيتكلم في الكوره والرياضه عادي مش هيعمل مشكله. لا، ما هو ده اللي بيعمل الكارثه، ما هو ده اللي بيشكل الراي العام، ممكن يخلق فتنه. ما ده اللي بيخلق الفتنه، ده اللي بيحط، لما يطلع يعني تلاقي واحد قاعد يعني يلطم الخدود ويشق الجيوب، وتلاقي مثلا واحد مثلا يعني لما تبقى قناه كل مهمتها ان بتتحدث عن النادي الاهلي اكتر من اي حد اخر، يعني اعتقد مفهوم يعني الكلام ده ما ينفعش. يعني كلام غير لائق، لما السر الشخصيه والذاتيه للناس تبقى مباحه بهذا الشكل، لما الحاجات اللي على الواتس بينه الاعراض بقت الاعراض المراسلات اللي على الواتس بينه وبينك تبقى مباحه بهذا الشكل. يعني دي امور كارثيه وامور ان يتم السماح بيها، هذه لها خطوره واضرار كبيره جدا على اللي المجتمع. ده بيسيء بعيدا بقى عن كره القدم، بيسيء للبلد ككل. ده بيسيء لمصر كلها طبعا. حقيقي يعني مصر حقيقي. مصر بلد كبيره وبلد رائده وبلد عظيمه، ومصر ليها مكانتها في كل الاحوال وفي كل العصور وفي كل الازمنه. المفروض يبقى عندنا حاجه، احنا يعني هنقعد بقى نقول ان احنا علمنا المنطقه دي كلها الاعلام، علمناهم الصحافه، علمناهم الاذاعه، الناس دي عدتنا بشكل كبير جدا لانها اتعلمت، ودلوقتي بقى عندها قواعد وضوابط وانظمه ما حدش يقدر يتخطاها. اللي بيقعد في المكان ده لازم يكون متعلم، ولازم يكون فاهم، ولازم يكون مؤهل. صحيح. ان هو يكون قاعد في المكان ده، مش مجرد اي حد قاعد يعمل فتنه بين الناس. نتمنى ويشوش الوضع قبل ما بيشوه صوره الشخص، بيشوه صوره طب البلد. مظبوط. طيب عايزه بقى عشان فاضل 4 دقايق نتكلم بقى ايه في الاهلي، ونتكلم في خطوه هنا ما بعد ان شاء الله البنك الاهلي، ونخش على كاس العالم
العالم للانديه. الاهلي والبنك الاهلي، الاثنين اهلي ولا لا يخلص ان شاء الله. باذن الله نتمنى ذلك ومتوقعين ذلك. نخش على كاس العالم للانديه، وده تحدي مختلف لكن مش جديد على النادي الاهلي الحمد لله، يعني لنا باع كبير في هذه البطوله، بس اكيد كل مره بنبقى عندنا امال اكتر، جماهير المصريه والاهلاويه نفسها ان يبقى في انجاز افضل من اللي فات. ف خلينا نشوف رؤيتك للمشاركة السنة دي بإذن الله وهذا الموسم. تحدي متجدد. صحيح. احنا انا دخلت 7 مرات قبل كده، حققت فيهم في 3 من 7 اخذت الميدالية البرونزية وعملت انجاز كبير جدا، وكنت قريب ان انا اوصل للمباراة النهائية. انا طموح دلوقتي ان اوصل للمباراة النهائية، خلاص انا اخذت المركز الثالث ولعبت على البرونزية، دايما بوصل المربع الذهبي، يعني بقى طموحي الاقل ان اوصل المربع الذهبي بإذن الله. الاهلي عنده عقبتين مهمتين، اوكلاند يوم 1 وان شاء الله باذن الله باذن الله اذا ربنا قدر لنا نعدي هذه العقبه، عندنا سياتل الامريكي اعتقد مدرستين كرويتين مختلفتين، ما حدش يقول لي ان دي سهله، مفيش، انا من وجهه نظري مفيش مباراه سهله في كره القدم، ممكن اي فريق تتهم بيه بطوله زي دي. ده فريق في النهايه وصل لبطوله عالم، يعني في فريق عنده مستوى، يعني ليه حد ادنى مستوى، فان شاء الله النادي الاهلي يعني يكون عند حسن الظن. صحيح الاهلي عنده غيابات كتيره جدا، عنده صعوبات كبيره جدا، ما زال موضوع المهاجم ما اتحسمش، لكن دايما الاهلي يعني بيكون عنده حسن ظننا وبيحقق نتائج عظيمه جدا. يمكن شفنا البطوله الاخيره اللي هي اكبر مثال على كده، ان النادي الاهلي كان لما كنا في كاس الامم الافريقيه وكان معظم لعيبه الاهلي هناك وما شاركوش مع النادي الاهلي، وان قدر النادي الاهلي يلعب ويحقق نتائج عظيمه ومبهره ويوصل للمباراه المربع الذهبي ويفوز بالميدالية البرونزية. اتمنى ان النادي الاهلي ربنا يكرمه ان شاء الله، وخلال الايام القليله القادمه لغايه المباراه القادمه تكون بعض الاصابات اللي عنده تماسك للشفاء، خصوصا اللعيبه المهمه المؤثره في خط الدفاع. عندنا محمد عبد المنعم لاعب مهم جدا الحقيقه، اتمنى تواجده لان لاعب ليه شخصيه كبيره جدا وبيفرق كتير جدا، مع كل التقدير للي موجودين في خط النادي الاهلي. عمرو السوليه وجوده بيفرق كتير جدا، لما يكون عندك المهاجمين في حالتهم كهربا وشريف وشادي، ربنا يعني ان شاء الله يعني يكملوا على ويبنوا على المستوى اللي وصلنا له ويبعد عنهم الاصابات. اعتقد ان ده مهم جدا لما يكون عندك لاعب زي علي معلول في حالته وقوته، يمكن هو طبعا مش هيكون مع النادي الاهلي النهارده في ماتش البنك الاهلي وسافر تونس، كان بيشعر بعض الايجاد، فضل مستر كورة ان يمنحه بعض الراحه. اعتقد كل ده هيساعد في نادي الاهلي ويخليه يحقق ان شاء الله اهداف وطموحات جماهيره. اهم حاجه انك تلعب وتقاتل وتؤدي بشكل قوي، شكل مشرف يشرف الكره المصريه. الاهلي بات ممثلا لافريقيا وممثلا دائما لافريقيا في كاس العالم، يعني ربنا يديهم نعمه، ودي ده النادي الاهلي، انك انت في حته ثانيه بعيد عن اي حد في العالميه. يعني توفيق ان شاء الله، والاهم من كل ده ان احنا عندنا مدير فني فعلا متميز، وانا من الناس اللي بحب جدا وبحترم جدا فكر مارسيل كولر، ولحد دلوقتي الراجل بصراحه ما خذلناش ابدا وماشي بخطوات ثابته، والكيمستري ما بين اللعيبه اكثر من رائعه، العلاقه ما بينه وبين الجماهير اكثر من رائعه. فانا اتمنى المزيد كاهلاويه قبل ما تكون مذيعه قبل اي حاجه، ان احنا باذن الله ربنا يوفقنا في هذه او هذا التحدي اللي مش جديد ولكن المختلف ان شاء الله يكون هذا السنه. كمان في كولر اضافه اللي حضرتك قلتيه، الاداره الهادئه، صح، الاداره الشيك، صح، يعني لا تجديه منفعلا ولا متوترا، وده مهم جدا لاي حد بيدير. انت لو بتدير وانفعلت خلاص مش هتركز، استعداد نفسي للعيبه كويس، فبيصدر رساله، ده بيوصل للعيبه في الملعب، يعني نموذج شيك ومحترم ومؤدب حتى في 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 في, في كلامه، مبتذل جدا، هادي جدا، ويتفق ومنظومه النادي الاهلي وقيمه ومبادئها. يعني احنا بنشكر حضرتك على وجودك معانا، نورتنا في حلقتنا النهارده، واكيد ان شاء الله لينا لقاءات قادمه باذن الله. ربنا يخليك يا استاذ كريم، انا سعيد بالتواجد معاكم، وصباح الفل عليك وعلى كل الاهلي. صباح الهنا يا رب، وتقابلنا تاني ان شاء الله، تنورنا مره كمان ان شاء الله يا فندم. شكرا. نروح فاصل ونرجع عشان نستقبل ضيفنا التاني استاذ محمد مصطفى، نتكلم بقى عن تاريخ وكواليس وقصص حلوه كلنا اكيد كاهلاويه بنحبها. فاصل ونرجع نكمل. نادي الأهلي زي ما احنا كلنا عارفين وكل العالم عارف، هو نادي القرن، وهو أحد أبرز وأكثر الأندية شعبية في العالم. أنا ما بتكلمش من فراغ وما بتكلمش إفريقيا بس وما بتكلمش في الشرق الأوسط بس، شعبية الأهلي زي ما حضراتكم عارفين بنتكلم عنها، وهو موضوع فقرتنا ونوستالجيا الأهلي اللي حضراتكم بتكون كمان الفقرة المحببة ليكم. وفي استفتاء
لو حصل، واي استفتاء لما بيحصل على السوشيال ميديا تحديدا بتلاقي لعيبه الاهلي هم دايما اللي بيفوزوا. فايه القصه وليه شعبيه الاهلي كبيره كده؟ واتكلم من زمان جدا، وكمان زمان كان شكلها ايه وايه الاختلاف عن دلوقتي؟ كل ده هنتكلم فيه طبعا، وتحديدا النهارده موضوعنا عن شعبيه النادي الاهلي. خلينا نرحب بزميلنا، انا مش هقول بقى ضيفنا، هو زميلنا العزيز الاستاذ محمد مصطفى مدير وحده تاريخ النادي الاهلي. بونجور وغيبه، يعني بقى لنا سنه. صح، منورنا. صحيح طبعا. صحيح. طب ينفع كده يا فندم؟ لا والله لا والله والله ابدا. انت عارف احنا البرنامج ده كمان اكتر برنامج طلعت فيه في القناة، بس زمان في اول لما كنا في الاستوديو القديم في الدقي وكده. صباح الخير عليكم اولا. صباح الفل عليك، سعداء بوجودك معانا، منورنا ومشرفنا، ومستبشرين خير بقى ان احنا هنعرف من حضرتك سر هذه الشعبيه والجماهيريه الجارفه للنادي الاهلي من قديم الازل. امتى ابتدت تتشكل وتتكون وتتبلور وتوصل للي وصلته ده؟ طيب خلينا نبدا من الاول كده. شعبيه النادي الاهلي ما بنتهاش الكوره ككره قدم او البطولات او الكلام دوت. انت اول بطوله خدها النادي الاهلي كانت سنه زي السنه دي من 100 سنه 1923، يعني بعد 16 سنه من تاسيس النادي الاهلي. الشعبيه جت من حاجتين مهمين قوي في الاساس. اول حاجه ان في الوقت ده كانت مصر فيها الانديه عباره عن اما انديه جاليات اجنبيه او انديه هيئات. بمعنى واول نادي تقريبا كان نادي الجزيره 1982 في نفس سنه الاحتلال الانجليزي لمصر، كانت في ديسمبر. بعدها نادي الجزيره، نادي سبورتنج 1800 حضرتك تقصد 1882 ديسمبر 1882 لما الاحتلال الانجليزي، مع الاحتلال الانجليزي. بعدها نادي سبورتنج 1890، والاثنين اتعملوا للضباط الانجليز. ايوه، يمارسوا فيهم رياضه. بعدها كان نادي التوفيقيه للتنس برضه نادي الانجليز اللي عملوه. وبعدين بقى دخلنا في نادي بورفؤاد كان اسمه سكاربيه، ونادي ونوادي بقى ده كان في بورسعيد، وانديه في اسكندريه وانديه في بورسعيد تحديدا للهيئات. كان معظمها فعلا جاليات اجنبيه. عمال الفحم كان نادي اسمه هسبيريا، كان عمال الفحم اليونانيين اللي بيمونوا السفن. كمان كان بيبقى نادي هيئات السكه الحديد، كان اسمه هوكي بولاء، اللي عاملينه المهندسين الانجليز او المفتشين بتوع السكه الحديد. نادي الجمارك الموظفين في الاولمبي وهكذا. فتقدر تقول ما كانش فيه نادي للمصريين، يعني بمعنى نادي عشان معمول اصلا يعني يكون سبب نشاته ان المصريين يمارسوا الرياضه. مفيش. عشان كده كان اسمه النادي الاهلي مستقى او متخذ من فكره الاهل او الاهالي كدليل على ان ده نادي وطني. الوطني صرف. لان حتى كمان كان زمان بيسموه المنتخب الاهلي. كان زمان بدل الوطني او القومي بيتقال المنتخب الاهلي. يعني ده مرادف نفس معنى الوطني. نفس معنى الوطني. وكمان يمكن ده سر حاجه صغيره برضو باي ذا واي، ان طبيعه نشاه الانديه في مصر كانت مختلفه عن العالم تقريبا، العالم كله، من حيث انه العالم كله تلاقي نادي كره قدم اف سي او نادي باسكت او نادي فيه لعبتين ثلاثه زي برشلونه و بس الاساس كره قدم. وكمان فكره الاعضاء اللي فيه اعضاء زي مساهمين، اعضاء زي، لكن مش نادي اجتماعي واعداد والكلام ده كله. فكره وجود نادي الجزيره لاعضاء ونادي سبورتنج معمول هنا كده غير على غير طبيعه الانديه اللي في انجلترا، لانه معمول عشان الناس تقعد فيه تلتقي فيه الانجليز والجاليات. ومن هنا بدات فكره لما انت عملت النادي الاهلي، يمكن لو ما كانش فيه احتلال كان نشا بنفس الطريقه فكره نادي رياضي فقط. لكن لطبيعه ان احنا انت تتعلم منين؟ ما انت ده اللي انت قدامك او ده اللي انت بتشوفه. فاصبحت الانديه في مصر اجتماعيه رياضيه. طيب في الوقت ده لما انت جيت فاتعملت النادي، كان اساسك الطلبه، معمول عشان خاطر طلبه المدارس العليا لما يتخرجوا هيروحوا فين؟ انت كنت اصلا مصطفى كامل وعمر لطفي لما اتعمل نادي المدارس العليا عشان خاطر كان مصطفى كامل بيلقي فيه كافه خطبه ضد الاستعمار وما الى ذلك. طب الطلبه دي هتتخرج هتروح فين؟ فجت الفكره عند عمر لطفي بانشاء نادي رياضي علشان خاطر الطلبه دي اما هتطلع خلاص انتهى موضوعهم، مش هيصبح عضو في نادي المدارس العليا، فلازم هيكون لهم مكان. فتعمل النادي الاهلي، ومع دخول الطلبه كان في كمان ان انت عملت حاجه
للموظفين بقى بتوع الحكومه المصريين. فده طبعا قدامنا عمر لطفي اللي هو يعتبر ده المؤسس الرئيسي صاحب الفكره طبعا يعني. فانت عشان خاطر اصبح عندك نادي معمول للطلبه والموظفين المصريين بتوع الحكومه فقط لا غير. فبالبدايه كده اصبح عند الشعب المصري نادي للمصريين فقط. دي كانت بدايه اني اصبح يعني دي لوحدها دخلت في وجدان الشعب. الحاجه الثانيه بقى كمان عمر لطفي نفسه كشخصيه. عمر لطفي جاب من المانيا كان بيسافر كتير وفرنسا والدول الاوروبيه فكره الجمعيات الزراعيه والتعاونيه للفلاحين. كان الفلاح هنا بيعاني من المرابين ويعاني من حاجات كتيره جدا جدا محدش كان بيتولى شؤون الفلاح المصري. وكان بيعاني كمان من الربا الفاحش للبنوك وبنوك التسليف الاجنبيه قبل بقى طبعا قوانين الاصلاح الزراعي. لا 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 ده الكلام ده بتتكلم حضرتك في 1904 و5 و6 و7 في مطلع القرن العشرين. ده كان لسه بدري. ما هو دي كانت في نشاه النادي. فلما اتعمل النادي الاهلي هو كان كل فتره بيروح يفتتحوا جمعيه زراعيه او نقابه زراعيه في احدى محافظات مصر. فكان بيقول لهم انهم يعملوا نادي في المكان، نادي للمصريين في المكان. وكانوا عمر لطفي دايما هو المدعو رقم واحد او ضيف الحفل الرئيسي في احتفال الانديه دي. فتفاجئ انك انت من سنه مثلا 1907 و8 و9 و10 لغايه سنه 24 25 عمر لطفي مات 1911 استمر ده انك انت كنت بتلاقي انديه باسم الاهلي في كل محافظات مصر، يعني في اسيوط، في المنيا، في الزقازيق، في بورسعيد والاسماعيليه واسكندريه، كل محافظات مصر. وما تسمتش الاهلي بس عشان ده النادي الاهلي، لا، هي الفكره ان ده الاهلي الوطني او النادي اللي هو القومي او النادي. فالفكره جت من هنا. فمن هنا كان اقتداء بالنادي الاهلي الكبير اللي في القاهره، لدرجه ان هو في احدى الصحف كتبت ان يفتتح النادي عمر لطفي رئيس النادي الاكبر في مصر. هو ما كانش رئيس النادي، هو كان المؤسس، ولكنه كان بيعامل على انه هو رئيس الاهلي او هو الكبير. فكان دايما اول ما ينزل الزقازيق، وده ظهر في صحف الفتره في هذا الوقت، افتكر صحف الشعب وصحف كتيره جدا، في افتتاحات الانديه دي في الصعيد وبحري كان لازم عمر لطفي يكون الضيف الرئيسي وهو اللي يفتتح هذا النادي. تخيل بقى انت في الفتره دي مع 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 افتتاح النادي الاهلي الرسمي في 1907 تكون ليك هذه الشعبيه الكبيره اللي هي جايه من نشاه وطنيه فقط، مالهاش دعوه بالرياضه، انت لسه ما مارستش اي حاجه، ما اشتغلتش في اي حاجه، ما عملتش نشاط رياضي بحيث ان يخش جماهير وتحتفل بالنادي الاهلي. يعني دي كانت البدايه. يعني الشعبيه دي يعني اتوجدت من منطلق وطنيه النادي. صح كده؟ ده الاساس. وكمان انت لما تعمل جمعيات زراعيه للفلاحين وتخرجهم من سيطره المرابين الاجانب في التوقيت ده ويعملوا نادي، فبيرجع دايما الفضل للراجل اللي عمل ده. طب. والراجل اللي عمل ده هو المؤسس بتاع النادي الاهلي المصري. هنا الشعبيه. وفي الوقت نفسه بدات سنه 1911 اتعملت اول فرقه للنادي الاهلي، اول فرقه كبيره. قلت لك كانوا بيلعبوا خماسي والكلام ده في النادي الاهلي. يعني قبل من 1900 والافتتاح لغايه 1911 كانوا بيلعبوا خماسي برضه في النادي الاهلي، كان في كره قدم. فلما اتعملت الفرقه كانت دايما بتسافر تلعب في المحافظات كلها كوره. فمن هنا جت شعبيه مختلفه، ما كانتش شعبيه بطوله ولا شعبيه اللاعب الفلاني رقم واحد واللاعب الفلاني رقم اثنين والكلام ده كله. فدي كانت البدايه لشعبيه النادي الاهلي، نادي ظهر وسط أندية هيئات وشركات وجاليات أجنبية وأندية إنجليزية، البداية الحقيقية. تخيل يعني أنت حتى على مستوى البطولة لما بدأت تتعمل البطولات في مصر، الآن النادي الأهلي رفض يشارك في العديد من البطولات بسبب أن الأجانب والإنجليز هم المسيطرين عليها بالكامل. واخد بالك؟ لدرجة أن كأس السلطان حسين لما بدأت الأهلي ما شاركش، لأن كان التشكيل العام للجنة اللي بتدير المسابقة أجانب مش مصريين، منهم واحد او اثنين مصريين والباقي كله. لما ثاني سنه او ثالث سنه بدات البطوله فيها 50-50 شارك النادي الاهلي، لغايه ما بعد ثوره 19 ظهر شعار مصر للمصريين. فلا نعمل اتحاد كوره. فقبلها كان في شويه دعوات لحاجات كتيره جدا لكن ما تمتش. لكن لما النادي الاهلي دعا ليها عن طريق جعفر ولي كان وكيل النادي، وفؤاد باشا أباظة هو اللي عمل الدعوه، كان سكرتير النادي الاهلي،
الانديه كلها جت النادي الاهلي وتم تاسيس الاتحاد المصري سنه 21. اتعمل بقى الشعار بتاع النادي الاهلي، ابتدت الجماهير تشجع لسه النادي لسه يعني من ساعتها دي مرحله ثانيه لسه أوكي. لان انت مع ما تعبرت المسابقه عايزين برضو نتكلم عن الفتره دي اكيد طبعا. فالبدايه بدا تنظيم كاس مصر كان اسمها كاس التفوق وبعدين كاس التفوق باسم الامير فاروق لما الملك فؤاد اهدى اتحاد الكره المصري كاس سماه كاس الامير فاروق. بعدها تم عمل دوري القاهره وبعدها كمان عمل حاجه الاهلي حاجه ثانيه بقى خالص. دوري القاهره فقط؟ كان دوري القاهره. ما هو اللي حصل ايه في الوقت في التوقيت ده؟ ان المسافات الكبيره بين المدن ساعتها ما كانتش الوسائل سهله كده ان بقى طبعًا. الاتحاد يجي من اسكندريه طبعا. فكان الاتفاق ان يتعمل دوري في ثلاث اربع مناطق، القناه اسكندريه والقاهره والبحر، وعلى اساس ان في الاخر يلتقوا مع بعض الابطال ويبقى في بطل للجمهوريه. ما حصلش، قعد يتاخر فتره كبيره جدا يعني. دي ناحيه، الناحيه الثانيه الاهلي عمل حاجه ثانيه في التوقيت ده برضه، ان هو سنه 22 اعلن انه مش هيلعب النادي الاهلي مع اي فريق بيمارس اي مباراه رسميه او وديه خارج سلطه اتحاد الكره المصري. زمان كانت حتى المباراه الوديه بتاخد موافقه من اتحاد الكوره. يعني انا مش هلعب مع اي فريق هيلعب في بطولات مش تابع الاتحاد المصري سواء رسميه او وديه، وكمان النادي اللي هيلعب في البطولات دي مش هلعب معاه. كانت تم عمل اجتماع تاني في نادي الزراعيين في نقابه الزراعيين، كانت موجوده اعتقد برضه في نفس في مكان قريب من مكانها دوت، والانديه كلها وافقت الاهلي، وكان يوميها في مباراه بين العباسيه، كان نادي العباسيه كان موجود، والنادي المصري البورسعيدي، والناديين اقروا بالاتفاق دوت وما لعبوش، وتلعب ماتش ودي. وكان ساعتها النادي المختلط لا زال تحت سيطره الاجانب فهو الوحيد اللي كمل. في السنة دي كان بتقام تحت سيطرة اتحاد الكرة المصري كأس مصر ودور القاهرة. فالمنظمين لكأس السلطان حسين شعروا ان الموضوع كده هيخسر، لان كانت الكرة والجماهير هي المورد المالي الوحيد للفرق والأندية. طب احنا لغاية دلوقتي بنتكلم على النشأة وبداية يعني الانتشار والجماهيرية، احنا بس عشان الوقت ما يسرقناش عايزين نوصل بقى مع حضرتك للي احنا وصلنا له مؤخرا، واصبح نادي الاهلي زي ما كانت نواد بتتكلم من شوية بتقول لك ايه، مش بنتكلم ان النادي الاهلي ليه شعبية جارفة محليا ولا حتى افريقيا ولا حتى على مستوى الشرق الاوسط، لا بقى نادي لما بيتقارن بريال مدريد. ايه اللي حصل فنتج عن ده الطغيان ده والجماهيريه الجارفه دي للنادي الاهلي حتى خارج حدود القطر المصري؟ طيب انا بس كنت انا ليه استرسلت في الجزء اللي فات، لاني داخل على منطقه مهمه جدا هي خاصه بشعبيه الفرقه للكوره بقى. ليه الشعبيه دخلت على الكوره بعد كده؟ أي. فالاهلي لما عمل القرار بتاعه بتاع كاس السلطان دوت، منظمين كاس السلطان قرروا انهم يتفقوا مع اتحاد الكره المصري ياخدوا كاس السلطان كمان معاه، وتبقى هي البطولة الوحيدة اللي بيشارك فيها الأجانب. أنت بتتكلم في كمية مواقف كبيرة جدا جدا دخلت وبدان الشعب المصري وهو بيقاوم احتلال إنجليزي. وهنا ده كان الأساس في الشعبية. استمر الوضع ده لسنة 28 كانت الشعبية في الوقت ده للعيبة مش للأندية، بمعنى حسين حجازي نجم كبير هو له شعبية، هو بمعنى هيتنقل من النادي الأهلي يروح السكة الحديد يروح القاهرة يروح المختلط، الجمهور بيروح يشجعه. ما كانش في التزام بالانديه. أيوة. وكل لعبة كانت كده، كان في علي الحسني وتوفيق عبد الله لعيبه كبار، وكان في لعيبه كتير جدا. شخصانه المحبه يعني. هي كانت كده، ما كانش يعني. تقريبا تقدر تقول ان سنه 28 بدات الشعبيه للنادي لما تم ايقاف حسين حجازي وهيروح اخر السنه للمختلط. لما توقف حسين حجازي وراح المختلط، كان لسه ما راحش. أيوة. الاهلي كان هيلعب بعدها باربع ايام مع المختلط في نهائي كاس مصر. ظهر كان هو كان نجم. بس كونه هو اللي يقود النادي الاهلي للفوز بكاس مصر على المختلط مختار التتش، جعل اللي ما فيش جمهور يتنقل، يعني الجمهور بقى اللي بيتنقل ورا اللعيبه قل. وبدات شعبيه النادي نفسه. اوكي. واخد بالك؟ تخش بقى على المنطقه الثانيه، منطقه ان في لعيبه نفسها بعينها بدات هي نفسها تعمل حاجه مختلفه، يعني تقدر تقول في تاريخ النادي اللي فيه اربع لعيبه خدوا السكسيه الثقيل او الجامد قوي عند الجمهور. أي. رايح جاي منهم للجمهور ومن الجمهور للنادي، يعني صالح سليم خد جماهيريه طاغيه طبعا. اسف التتش الاول كان جماهيريه طاغيه، مختار التتش نمره واحد رغم ان كان في موجود لاعيبه كبار في نفس الوقت. أي. صالح سليم كان موجود رفعت الفنجيلي ومتاوي وتوتو ناس كتير طبعا. ده نمره اثنين، نمره ثلاثه محمود الخطيب، نمره اربعه محمد ابو تريكه. اللعيبه دي
خدت نجد. شعبية جامدة جدا آه. وفي نفس الوقت أثرت في الأجيال الصغيرة اللي طالعة صحيح وده طبعا. زود الشعبية لما تيجي تلاقي النادي الأهلي بقى حوالي تزيد عن 30 نادي في المنطقة العربية لوحدها باسم النادي الأهلي ده عدد مش قليل طبعا في أندية تسمت عشان النادي الأهلي في محبين عرب سموا أنديتهم في الخليج عشان النادي الأهلي التاريخ ده المنطقه لا تنسى ان المنطقه العربيه كلها كانت شبه محتله فلما يكون في نادي طالع بهذا الشكل ده بياخد العيون بياخد الفكر طبعا. بياخد الدماغ انت النهارده في المنطقه العربيه تقريبا يعني انت لسه حتى يعني في الرعايات بتاعه النادي الاهلي اغلب في ناس كتيره خليجيه رغم انك انت بقالك سنين طويله تسمع ما اعرفش نادي ايه اعلى في الخليج نادي ايه اعلى ما اعرفش ايه كلام لما ساعه التطبيق اتفاجئت ان لا ده النادي الاهلي برضه نمره واحد مش حد تاني ايوه فالشعبية دي ما بتجيش بس من فراغ لا وكمان بيقابلها عمل على الأرض بيقابلها عمل في نادي من زمان من أيام ما أنت بدأنا التسويق أو الرعايات من تقريبا من التسعينات وبعد كده جت في عهد الكابتن حسن حمدي زادت وزادت وبعدين المهندس محمود وبعد طاهر وبعدين الكابتن محمود الخطيب أنت بتخش في عمل دؤوب على الأرض لزيادة الشعبية أسلوب النادي الأهلي نفسه ومقابلته للقضايا والمشاكل مختلف عن اي ناس قضايا وطنيه ما انا برضو لما اجي الاقي المنتج بتاعي بيحترم من اداره النادي ولا يتم التقليل منه او التسخيف منه واذا حصل حتى بتحصل مشاكل في اي وقت كان زمان النهارده في اي وقت بيتم الخروج بهدوء من غير ما حد يشعر صحيح انت بتلاقي من الاحترام ما بتلاقيش مشاكل في النادي الاهلي النظام السيستم اللي ماشي عليه في الاتفاق على الرعايات والكلام ده كله سيستم بيحترم من كل الاطراف. نخش تاني بقى عندك انت رحت كاس العالم للانديه. انا بس عايزه قبل ما نروح لان النقطه خاصه بالجزئيه اللي كنت بتتكلم فيها دلوقتي انا عايزه اروح ليه كمان الشعارات اللي اتقالت عن بعض الاسماء العظيمه اللي انت دلوقتي ذكرتها واللي كان لها تاثير كبير جدا منهم طبعا كابتن صالح سليم وفكره الاهلي فوق الجميع وملك الاهلي ملك لمن صنعوه يعني على فكره في شعارات دي ما قالهاش الخطيئه ما قالهاش صالح سليم ويقال ان هي اتقالت عنه بس في شعارات برضو انتشرت بشكل كبير والشعارات دي وطدت العلاقه ما بين النادي وما بين برضو الجماهير يعني بتشوف ده برضو ازاي او لعب دور ازاي برضو في العلاقه القويه اللي دلوقتي حدد هذه اللحظه اللي بنتكلم فيها موجوده بص اقول لك انا الشعارات دي كلها طلعت في اوقات ما كانتش مرتبه لم يتم اختلاق الشعار يعني لما الصحف في سنه 28 تكتب ان يعني تفوقت المبادئ على البطوله لان الاهلي بيقول لك ماتش كاس السلطان حسين اللي حصل فيه ايقاف حسين حجازي كان جمعه يوم الثلاثاء اتوقف حسين حجازي الجمعه اللي بعدها كان نهائي كاس مصر محدش فكر في البطوله اللي ممكن تخسرها وده اللاعب رقم واحد في مصر واحسن لاعب في مصر وكان بيطلق عليه ابو الكره المصريه حسين حجازي فالصحف نفسها لدرجه ان صحيفه المصور كتبت او مجله المصور كتبت جمله من ثلاث كلمات تعليقا على ايقاف حسين حجازي كتبت وحدث ما توقعناه عبارة تقول لك ان حتى الوجدان الاعلامي او الصحفي شايف ان ده اللي هيحصل النزاهة عشان ده الاهلي انه هيوقفه مش هياخد مش هيكون في تفكير فانت مبدا الاخلاق فوق البطوله ومبادئ فوق البطوله اتعمل عملي كل شعارات الاهلي جت نتيجه موقف ما طلعش حد يقول انا البطل انا كذا انا كذا لا هي طالعه نتاج مواقف كلها حتى لما لعبت انت في بالناشئين في 63 اول مره لعبت في 62 في نهائي اخر ماتش في الدوري في ظل غياب ثلاثه منهم صالح سليم لعبت ثلاث ناشئين ريع وساس وعلو مطر وكسبنا الاهلي وما انحدر يعني اللي هيجي هيلعب صحيح هي دايما مش دايما لازم تكسب ومش دايما تاخد موقف اخلاقي ولازم تكسب بعديه مش هي دي لكن في الاخر ايه القاعده فعلا المبادئ فوق الجميع المبادئ فوق البطولات والقاعده فعلا الاهلي بمن حضر والقاعده فعلا ان حتى شعار بعض الناس بدات تلعب في قصه الشعارات دي ويحاول ان هو يوقفها لك ما يخليكش تقولها يقول لك ما تقولش الف فوق الجميع دي بص فوق الجميع يا سيدي هذا الشعار انا مش هفضل اشرح لك كتير ان هذا الشعار عشان انت فاهم جوه النادي وأنا فاهم. انما انت فاهم ده بس انت عايز تخليني ما اقولوش بالظبط لا مش هيحصل وقال فعلا فوق الجميع بس انا شايف ان حضرتك يعني في مجمل اللي تفضلت بيه كاسباب منطقيه اللي وراء هذه الشعبيه الطاغيه ما ذكرتش كثره البطولات كعنصر مهم
يعني واضح ان الشعبيه دي ما كانتش مرتبطه او ما كانتش منطلقه من كثره البطولات اللي بيحصل عليها النادي قد ما هي كانت منطلقه من 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 دوافع اخلاقيه، دوافع وطنيه وحاجات زي كده. لانه الاساس اتعمل من زمان. انت عملت اساس الشعبيه من زمان. انت حطيت اساس قوي جدا. وبعدين انت لم تقصد انك انت تبقى النادي الاكثر شعبيه. زي ما قلت لك جميع ما هو فيه الاهلي تم بناء على مواقف على الارض، المواقف اللي على الارض دي هي اللي وصلتنا لكده. وبناء عليه لما انت تعمل هذا الاساس من سنه 1907 لغايه يعني حتى الجمهور اللي راح شجع الاهلي في نهائي كاس السلطان في 23 هو شجعه عشان بيلعب قدام فريق انجليزي. كان لسه فكره ان انا اروح انا كان بيطلق على الاهليين حتى في الصحف مفيش حاجه اهلاويه واحنا اهلاويه وده ترسانويه. كانت لسه الفكره دي أيوة. لم تتعمق في وجدان اللي بيشجع كوره. ولما الاهلي كسب كان بيلعبوا كان ملعب السكه الحديد ساعتها في بولاق ابو العلف بينه وبين النادي الاهلي حوالي 2.5 كيلو قريب يعني ما كانش لسه في مدينه نصر. ايوه الجمهور جه مشي لغايه ما جه عند كوبري قصر النيل كان مكان جامعه الدول وفندق الريتز كان موجود سكنات الجيش الانجليزي في الوقت ده. كانت هي مكان وقفوا قدامها بيتفقوا ضد الاحتلال الانجليزي لمجرد ان الاهلي كسب الانجليزي يعني. ايوه فكانت الفكره فكره وطنيه الاساس الطويل ده. وبعدين انت قعدت من كام سنه؟ انت بدات 1907 ل 52 ده كله ليك مواقف كتيره جدا طبعا. فتخيل شعب بكامله واقف ضد الانجليز الاولويه عنده لو فكر في نادي يكون مع فكره البطوله ولا فكره المواقف الوطنيه؟ مواقف وطنيه. فتخيل انت من 7 ل 52 45 سنه بقت خلاص في الوجدان رسخت عند الناس واولادهم واحفادهم وانت جاي بقى لغايه النهارده. رائع جدا والله. بص احنا عايزين نكمل لان احنا مستمتعين لكن خلاص تقريبا فاضل اقل من دقيقتين. انا عايزه الدقيقتين الفاضلين دول حضرتك تحكي لنا حاجه معينه لو حتى عايز عن كاس العالم للانديه كذكرى ككواليس نرجع شويه لورا فلاش باك. هو طبعا فكره العالميه يعني احنا يعتبر دخلناها مرتين لعبه كاس العالم للانديه وكمان سنه 2014 لما خدنا كاس السوبر الافريقي في اعتقد في فبراير مش متذكر قوي. واصبح النادي الاهلي هو الاكثر تتويجا في العالم. فالنادي اسم النادي الاهلي بقى مسمع في النادي في العالم كله يعني. طبعا احنا عندنا احنا عاملين ارقام هايله جدا في كاس العالم للانديه. النادي الاكثر لعبا لعبنا كتير. مشاركات اوكلاند سيتي اللي واوكلاند سيتي النهارده غير على فكره برضه في نقطه اوكلاند سيتي خد مره ثالث عالم وعملت نتائج كويسه. الناس مستهتره بالمباراه نادي سياتل الثاني كمان. سياتل انا بقول لك سياتل اقوى بكثير من الوداد من اللي انا شفت ماتشاته. شفت لي 6 ماتشات نادي قوي جدا في نجوم كلها من امريكا الجنوبيه. يخوف يقلق. قوه بدنيه هايله جدا جدا مهارات. وبعدين كسبوا في سكتهم للبطوله 3 فرق من المكسيك. وده فرق المكسيك مستوى عالي جدا جدا ونعاني امامها اساسا. لما فريق يطلع على فكره ده تاني فريق في تاريخ ابطال الكونكاف ما يكونش من المكسيك. في فرقه مره افتكر من كوستاريكا اعتقد ديبورتيفو سابريسا اعتقد من كوستاريكا وده الفريق التاني في تاريخ البطوله. يعني مشوارنا مش هيبقى سهل المرات. لا الناس بتفكر في ريال مدريد. احنا عندنا فريق انا اعتقد هو فعلا فعلا انا من وجهه نظري كان الهلال السعودي او الوداد اهون منه. نتمنى ان شاء الله خير يا رب باذن الله ربنا يكرم فريقنا ان شاء الله ونقدر على الاقل ان شاء الله ما نقلش عن الانجازات اللي فاتت يعني ان شاء الله. ان لم يكن احسن كله جايز يعني ما فيش حاجه صعبه باذن الله على النادي الاهلي. نورتنا استاذ محمد شكرا لحضرتك جدا. شكرا ليك. لازم نسعد بوجودك معانا مرات ومرات عشان تاريخ النادي الاهلي ما ينفعش يتحصر في فقره ابدا. احنا محتاجين ايام على بعضها. بنشكر حضرتك على وجودك معانا. اشكرك جدا. اشكرك ربنا يخليك. طيب احنا هنطلع فاصل الاخير يا حضرات ونرجع عشان نستقبل حضراتكم في ثالث فقرتنا الحواريه. هي فقره طبيه مسجله نورتنا من خلالها دكتوره ايمان المراجدي وفتحنا معاها موضوع او ملف يهم كتير جدا منكم. خليكم معانا.